بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الأخوة والزملاء الزملاء والأساتذة وأبنائي الأعزاء، برحب بكم في المؤتمر الـ19 للجمعية العلمية المصرية للشعب الهوائية. تحية تقدير وامتنان للجنة المنظمة للمؤتمر ورئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور ياسر مصطفى. بداية المؤتمر إن شاء الله هتبقى بالورش العلمية وهي متنوعة. عايز أرحب كانترودكشن بالمجموعة اللي هي المشتركة في البيزك برونكوسكوبي، فكل التحية والتقدير لأخي العزيز الأستاذ دكتور عماد قراع للمجهود الهائل اللي عامله في التشخيص والمناظير التداخلية، الأخت العزيزة الأستاذة الدكتورة نهاد عثمان اللي هي المسؤولة عن تحضير هذه الورشة. نتمنى إن إن شاء الله تبقى ورشة مفيدة وكلنا نستفيد منها، خصوصا اللي هم الشباب الأطباء اللي هم هيبتدوا يشتغلوا في المناظير التشخيصية والتداخلية. النهاردة حقيقي الورشة هتبقى لمدة ساعتين، من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 12، بس ممكن يبقى في ديسكشنز بعد كده. فيها أساتذة أفاضل وكلهم top of the line في المناظير. هنبتدي طبعا بالدكتور عماد قراع، هيتكلم عن الارتو برونكوسكوبي، ثم الدكتور تامر الحديدي الاناتومي وبرونكل تري، الدكتور احمد يوسف التوبيك الانستيزيا في الانالجيزيا والسيديشن، الدكتور هيثم السامي انتربريتيشن برونكوسكوبي ريبورت اند فايندينجز، الدكتور محمد حنتيره في البرونكال سامبلينج، الدكتور محمد متولي تي بي ان ايز، الدكتوره نهاد عثمان هاو تو ديل وذ كومبليكيشنز. وبعدين عندنا كيس برزنتيشن وكويز من الدكتوره نيفين عبد الفتاح، الدكتور اشرف المراغي، الدكتوره صباح حسين، الدكتور محمد فتحي. كل التمنيات بالتوفيق، يبقى ان شاء الله ورشه نستفيد كلنا منها، وباذن الله تعالى يبقى مؤتمر موفق وناجح طبعا بوجودكم كلكم معانا، والله الموفق باذن الله. الف شكر. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا النهارده عن الارت اوف برونكوسكوبي. والحقيقه انه الاكسبكتد دايجنوستيك ييلد من الفايبر اوبتيك برونكوسكوبي بيعتمد على اللوكيشن والديستريبيوشن اوف ذا تيومر. السنترال اندوبرونكال ليجن ييلد ذا هايست دايجنوستيك ريتيرن ويتش از لوجيك، بيبقى اكتر من 90% الابيليتي اوف دايجنوزيس لو كان سنترال اندوبرونكال تيومر، انما لو كان بريفرال اند برونكيال بريفرال تيومرز هنا بتبقى فيها مشكله وبتبقى عايزه مور الوسيف تكنيكس وديماندنج تايم كونسيومينج تكنيكس علشان اوصل للدياجنوزيس. الروتين تكنيكس اللي بتستخدم في الفايبر اوبتيك برونكوسكوبي اللي هي البرونكيال ووشنج والبرونكيال براشنج والبيوبسيس، دول هنتكلم عنهم النهارده، بالاضافه الى انه ساعات بنحتاج الترانس برونكيال نيد الاسبيريشن او البال البرونكيال الفيولر لافاش. لو سنترال تيومرز، ودي بتبقى ايزير في الدياجنوزز، وانتوا لازم تعرفوا انه مور ذان 70% اوف لانج كانسر بتتشاف بالفايبر اوبتيك برونكوسكوبي. السنترال تيومرز زي ما كلنا عارفين بتبقى عباره عن ثلاث انواع، يا اما اكزوفيتيك تيومر اللي هي اندوليومينال تيومر، او بتبقى بيري برونكيال تيومر، او بتبقى ميكس تيومر من الاندوبرونكيال ليجن والبريبرونكيال تيومر، لو بنسميه ميكس او سب ميكوزال انفلتريشن اوف ذا تيومر. ما ننساش ان احنا اول ما ندخل بالفايبر اوبتيك برونكوسكوبي لازم تو اكزامين ذا اير ويز كلوزلي، ونبص على الاريديما، ونبص على البرونكيال ماركينجز، ونبص على الميكوزال نيدولاريتي. ليه؟ علشان اعرف بالظبط هاخد سامبلينج منين. النار باند ايميجنج كان هيلب ان ايدنتيفاينج اند لوكالايزنج بروبر سايت اوف سامبلينج فور ذوز هو هاف ذيس تكنيك. الحقيقه ان اليلد بتاع السامبلينج بيعتمد على الاوبريتور اكسبيرينس، بيعتمد على النمبر اوف بايوبسي سامبلينج. فزي ما كلنا عارفين اذا كنا هناخد بايوبسي سامبلز او سامبلينج اوف ذا تيومرز، فده بنحتاج من 3 ل 5 بايوبسي سبيسمنز، ممكن نزود لغايه 8 سبيسمنز في المره الواحده. ولازم نعرف كلنا انه الكومباينيشن اوف براشنج والبايوبسي والووشز كان اكسبكت تو استابليش
ادياجنوز اكتر من 60% اوف كيسز كومباينيشن اوف تكنيكس. نبتدي بالفورسبس بايوبسي الاول. الحقيقه ان مفيش سيستماتيكالي اوبتيند ايفيدنس على الاحسن طريقه ان انا اخد بيها اندوبرونكيال بايوبسي سامبل، ولكن accumulated evidence suggests انه اول حاجه انه ازاي ازود البايوبسي ييلد، انه اول حاجه reusable forceps should not be used in more than 5 bronchoscopy which يعني طبعا بيبقى difficult عندنا in Egypt، ولكن لازم نعرف انه 5 bronchoscopy في البايوبسي انهي اللي reusable is more than enough. ان انا يعني اكتر من كده بيبقى sampling ضعيف بتاعها، والجراسبينج باور بتاع الفورسبس بيبقى ضعيف لو اكتر من 5 برونكوسكوبي. تاني حاجه الفورسبس نيد تو سترادل اركب على الكراينا او السبير او على التيومر بس without excessive force. دايما بقول لما نيجي نقفل الفورسبس بيبقى سكويزنج ونوت باي فورس as this might increase الحاجه اسمها artifactual damage. انا ممكن لو انا دوست فورس جامده اعمل artifactual damage للتيشوز، الباثولوجيست ما يشوفش حاجه خالص. كمان الفورسبس نيد تو بي كلوزد فيرملي، واستنى شويه فور فيو سكندز قبل ما اسحب الفورسبس. This is very important. لازم استنى شويه علشان allow them to grip، allow the tissue to grip في الفورسبس. الحاجه الثانيه ان هو to preserve proper cell structure. It is important ان انا cut out السامبلينج، وتلاقينا بنشد الفورسبس فجأة كده بنشد الفورسبس، بيجيب سامبلينج احسن من لما اعمل تيرينج للتيشوز. البيوبسي زي ما قلنا بيتاخد 8 سامبلز، مينيمم 2 سامبلز بير بروسيسنج بروسيدور. يعني خلوا بالكم انا ممكن افتح واخد سامبل وافتح تاني واخد سامبل الثانيه قبل ما اسحب الفورسبس لبره. Attempts should be made to obtain biopsies from areas of the lesion that seems viable. ما اروحش على النيكروتيك تيشو واخد منه بايوبسي وبعد كده اقول الباثولوجيست غلطان، لازم اروح على فايبل تيشو. تو بول اور بوش ذا بايوبسي دي تعتمد على البوزيشن، يعني لو انا ماسك مثلا تيومر في الوول البولينج بيجيب ييلد اكتر من البوشينج، انما طبعا لو انا مرغم ان انا اعمل بوشينج بس يبقى مفيش قدامي غيرها. If multiple specimens were apparently adequate biopsies specimens from visible in the bronchial lesion failed to achieve diagnosis. ليه؟ دي frustrating جدا لينا لو انا بعت سامبل للباثولوجي وقال لي لا مفيش حاجه. ليه؟ اسبابها ايه؟ اسبابها ممكن تكون presence of surface necrosis وانا خدت منه زي ما قلت لحضراتكم، او presence of crush artifact particularly common في الحالات small cell lung cancer. ما ننساش ابدا الكرايو تكنيك ده بروفايد مش بس لارجر زي ما انتم شايفين هنا في الصوره لارجر سامبلنج، بس برضو الكواليتي بتاعه السامبلز تبقى بيتر لانه بيحصل ليس دامج مع الكرايوثيرابي او الكرايو بايوبسي. كمان الكرايو بايوبسي بيعمل هيموستاتيك افكت وده بيمنع الكراش ارتيفاكت اللي بتبقى ساعات موجوده. الدياجنوستيك ييلد كان اكتر في الكرايو بايوبسي 95% اكتر من الفورسبس بايوبسي اللي بيحصل 80% زي ما قلت لحضراتكم. البرونكيال براشنج، برونكيال براشنج ده اول مره اللي هنتكلم عليه تاني حاجه بعد البايوبسي، ده اول مره اتعمل في سنه 1973 ولقينا هايلي سسبيشس سيتولوجيكال فايندنجز ان موست كيسز اوف لانج كانسر. ان جنرال برونكيال براشنج بيديني دايجنوزز في 72% اوف بيشنت وذ سنترال لانج كانسر، وبيديني دياجنوزز في 45% of patients with peripheral lesion. لما بعمل براشنج بيبقى عاده كومبايند مع البايوبسي، ولو عملت كومباينيشن مع البايوبسي الييلد بتاعنا بيزيد من 79 او 96%. البراشنج از يوجوالي بيرفورم بعد ما اخد البايوبسي بتاعني او اذر تكنيكس بعمل براشنج. ليه؟ لانه البراشنج از ا بليدر تكنيك، ساعتها ما اقدرش اشوف الليجن كويس عشان اخد منه بايوبسي، فبعمل بايوبسي الاول وبعدين في الاخر بعمل البراشنج. الدايمتر واللينت بتاع البراش هاز بين شون تو افكت اذر دياجنوستيك ييلد فروم برونكيال براشنج. الحاجه الثالثه اللي ممكن نعملها هي البرونكال ووش اللي هو كنا بنسميه زمان برونكال لافاج، دلوقتي عشان بيفصلوا بينه وبين البرونكال فيور لافاج
فسموه برونكال ووش. الووش از وير اوبتيند باي لافاج بد حوالي من 20 40 ام ال اوف نورمال سلاين، وبعدين بقرب البرونكوسكوبي تيب جنب التيومر. سبسيكوينت اسبيريشن انتو اتراب ده احسن من لما اسحبه يعني دايركتلي على السكشن اللي موجود في الحيطه واحطه في تراب احسن. بيتر اوبتيند افتر بيرفورمينج برضو البايوبسي او البراش بايوبسي، دي اخر حاجه بختم فيها خالص، بعمل تواليت وبعمل برونكال ووش. الاسبيريتد فلويد ده اللي في التراب ببعته بعد كده لللاب عشان يعملوا سنتريفيوجيشن ويشوف الاخبار السيلز اللي فيه ايه. دايركت سميرز وير ميد فروم سيدمنت اند ستيند باي هيماتوكسيك يوسين والبابا نيكولاو ميثود. الدياجنوستيك ييلد بتاع البرونكال ووش بيوصل للفيزيبل تيومرز حوالي من 30 ل 90%، وده ستيل كونتروفيرسي. اخر حاجه يمكن اقولها اللي هو ترانس برونكال نيدل اسبيريشن، وده بستخدمه مع الايبوس او لوحده. وترانس برونكال نيدل اسبيريشن از بينيفيشال in cases of freshly vascular endobronchial tumor with high risk of bleeding. كمان لما في necrosis covering the tumor او في blood clots needle هنا بتبقى better عن taking biopsy itself. كمان in cases of submucosal lesion especially those covered by normal mucosa هنا transbronchial needle aspiration بتبقى افضل من البرونكال biopsy itself، لان صعب جدا اخد biopsies من submucosal tumor. Transbronchial needle aspiration reduces the formation of crush artifacts خاصة في حالات السمول سيل لانج كانسر اللي احنا قلنا عليها. There is more hope with bronchoscopy. We thank you for your attention. Thank you so much. مع السلامة. القمر السنوي لجامعة البرونكولوجي، وبصراحة الأساتذة في جامعة البرونكولوجي لهم فضل علينا جميعا في التعليم الطبي المستمر بصراحة، ولهم أيادي بيضاء على كل الأجيال الشباب في التعليم الطبي المستمر بالنسبه لبرانش الأبراج الصدريه وبالذات تخصص الانترفنشن. فيعني ربنا يجازيهم خير على الدعم اللي بيقدموه لشباب الاطباء. المحاضره النهارده اللي هنتكلم عليها التوك النهارده عن الاناتومي برونكال تري، ودي حاجه مهمه جدا لاي حد بيبتدي حياته في الانترفنشن كبيزك ستادي، لازم يكون عارف الاناتومي كاملا بتاع البرونكال تري، لان ده هيفيده فيما بعد في اي شغل متعلق بالانترفنشن فيما بعد. انا تامر الحديدي استاذ مساعد الأبراج الصدريه في كليه الطب المنطقي. اللي هنتكلم خلال العشر دقائق الجايين بيقول عن البيزك اناتومي برونكال تري وازاي نقدر نستفيد منه كابلايد اناتومي للشغل بتاعنا فيما بعد. هم سموها برونكال تري لان ده المنظر بتاع البرونكال تري، يعني لو خدنا سكشن من البرونكال تري هتبقى منظر الشجره المقلوبه بالظبط، فهي نفس المنظر قدامنا زي الشجره المتفرعه في الرئه، وعشان كده خدت الاسم بتاع البرونكال تري. البرونكال تري طبعا بتبتدي من اول التراكيه من فوق لحد البرايمري برونكاي، بعدين السكندري برونكاي والتيرشري برونكاي، وبعدين البرونكيول والتيرمينال او الريسبيراتوري برونكيول. الجزء الاولاني اللي فوق ده كله بنسميه الكوندكتنج زون، من اول الفوكال كورد فوق نازل بالتراكيه، وبعدين زي ما قلنا المين برونكاي رايت ليفت، وبعدين البرونكيول سكندري وتيرشري برونكيول، لحد ما نوصل للجزء الاخير في الكوندكتنج اير واي لحد الجزء اللي بنسميه الريسبيراتوري برونكيول لتر اون او الريسبيراتوري زون اللي هيحصل فيها الجاز اكستشينج فيما بعد. ده السيجمنتال جنريشن اللي بيحصل من اول بدايه التراكيه فوق، بتتقسم لمين برونكاي وبعد كده البرونكيول وبعدين السيجمنتال برونكاي او التيرمينال برونكيول لحد ما توصل للريسبيراتوري اسينال اللي هي بنسميها الترانزيشنال زون او ريسبيراتوري زون. والريسبيراتوري اسينوس دي هي اللي فعليا اللي بيتم فيها الجاز اكستشينج اللي هي الوظيفه الرئيسيه للرئه فيما بعد. عندنا طبعا التراكيه المين دايمتر بتاع التراكيه 24 تو 26 ملم ان ادلت ميل و22 24 ان فيميل، يعني اقل شويه في الفيميل الكات سكشن بتاع التراكيه عن الميل، وهي بتتكون من 16 ل 20 سي شيب كارتليجوس رينجز فوق بعض. وهنعرف ليه هي واخده الشيب ده وبيفيد فيما ايه فيما بعد فيما ايه كابلايد اناتومي. طبعا في نارو ثين ممبرين كونكت اتش اوف ذيس تراكيا رينج البوستيريور اسبكت اوف تراكيا ادجسنت تو ذا انتيريور اوف اسوفيكس. لو خدنا الكات سكشن ده قدامنا زي ما شفنا ده سي شيب كارتليجينوس رينج بتاع التراكيا، وده بيسبورت التراكيا، وده الثين ممبرين اللي احنا قلنا عليه اللي في الباك بتاعه هيبقى الاسوفيكس. ومن حكمه ربنا ان الجزء ده ما بيبقاش كارتليجينوس بحيث يحصل فيه اكسبانشن للاسوفيكس لما يحصل فيه اي
عمليه اثناء عمليه البلع حضرتك لو بتاكل اي حاجه حجمها كبير ما يحصلش سافوكيشن، لان الممبرين ده بيسمح بالاكسبانشن للاسوفجاس ليتر اون. كمان التراكيالس ماسل الموجوده بين الكارتليج والسرنج دي بتسمح ان التراكيه تكونتراكت، وده بيقلل الدايمتر بتاعها. والماسل دي فعلا فيري فايتال ماسل للكافينج، وعشان جيت ريد اوف سكريشن والفورين بالتيكل والسلايفا والفود، فهي عضله مهمه جدا وبتساعد في التخلص من السكريشن اثناء الكافينج. وكمان السي شيب درينج ده قلنا زي ما هي بتبقى انكمبليت عشان اللو تراكيه تنار، والاكشن ده هيلبفول سبيشال ان ايتينج فود which requires expansion of esophagus. عندنا المين برونكاي بيجي عند الليفل بتاع الاسترنال انجل، ذا تراكيا باي فوركيت انتو رايت اند ليفت مين برونكاي، then undergo further branching to producing the secondary bronchi bronchiole. كل secondary bronchi supply a loop of the lung and give rise to several segmental bronchi. وهنعرف بعد كده فايدة أهمية السيجمنتال أناتومي ده فيما بعد عشان ما نشتغل برونكوسكوب إن شاء الله. عندنا right main bronchus بتتميز ان هي wider وshorter distend more vertically than left side counterpart. يعني right main bronchus غالبا بتبقى wider وshorter، وهنعرف ده ان سبب رئيسي للincidence of foreign body inhalation بيحصل ليه دايما او اكتر في right main bronchus. كمان left main bronchus pass inferiorly to the arch of aorta and anterior to thoracic aorta in order to reach the hilum of the left one. الليفت مين برونكس بتبقى thin more tall، يعني بتوصل حوالي 5 سم، لو الثانيه 2.5 سم دي بتبقى حوالي 5 سم، وده اللي يمكن مسؤول ان الكونجنتال برونكيتس بتبقى ليفت سايدد اكتر منها من الرايت سايدد، عشان بيحصل فيها ريتين سكريشن اكتر وبيحصل فيه اكيوميشن اوف سكريشن في ليفت سايد على الرايت سايد. وذن ذا لانج ذا مين برايمري برونكايد برانشز انتو لوبر او سكندري برونكاي، بيبقوا ثلاثه في الرايت لانج واثنين في الليفت لانج، طبعا واحده بتروح للرايت ابر لوب، واحده للميدل لوب، واحده لللور لوب على الرايت سايد. وفي الليفت سايد اللوبر برانش بتتقسم مني للابر لوب واللور لوب which then subdivided into pulmonary segment او برونكو بالمونري سيجمنت. الاستراكشر اوف برونكاي ار فيري سيميلر تو ذات اوف تراكيا، تقريبا هم شكل التراكيا بالظبط مع شويه اختلافات بسيطه في الشيب بتاع الكارتلج. يعني الكارتلج بيبقى الكارتلج سرنج بتبقى كومبليتلي ان سيركل ذا هيومن، هاويفر ات از سمولر ان لوبر اند سيجمنتال برونكاي، وبتبقى كريسنت شيب في الاخر. اما التيرشري برونكاي ده سيرف از برونكو بالمونري سيجمنت، بتبقى حوالي 9 ل 10 برونكو بالمونري سيجمنت في كل لون. يعني مثلا في الرايت برونكس هتتقسم الرايت مين برونكس هتتقسم ل 3 سيجمنتال برونكاي في الرايت ابر لوب، 2 سيجمنتال برونكاي في الميدل لوب، وزي ما هنعرف بعد كده حوالي 5 سيجمنتال برونكاي في الرايت لور لوب. في الليفت سايد بتتقسم لابر لوب بروبر زين لور لوب بروبر. في بقى كومن سايت فور اسبيريشن، يعني مثلا الرايت مين برونكس من الحاجات الكومن زي ما قلنا في الاول كومن سايت فور اسبيريشن الرايت مين برونكس، لان هي وايدر وان دايركت كونتينيوتي مع التراكيه، عشان كده كومن ستاول فورم بدو اسبيريشن بيبقى كومن في الرايت مين برونكس. يليها الميدل لوب برونكس، يليها الابيكال سيجمنتال برونكس اوف لوور لوب، لان دي بتبقى ديبندنت سايت فور فورم بودي اسبيريشن وبالذات في الاكتر. ده منظر ملخص لكل اللي قلناه. بتبتدي التراكيه هنا عند الليفل بتاع الثيرويد كارتج، فوقها بتبقى كروس بالثيرويد اسمس. غالبا السيرفايكال تراكيه بتتقسم لسيرفايكال تراكيه وثوراسيك تراكيه. تقريبا الاكسترا ثوراسيك لينس اللي بنسميه سيرفايكال تراكيه حوالي 5 سم، والثوراسيك تراكيه بتبقى حوالي زيهم 5 سم. التراكيه بتتميز ان هي بتبقى الياستيك، ممكن يحصل لها اكسبانشن، ممكن يحصل الونجيشن، ممكن يحصل كومبريشن عليها من البوستيريور بارت اثناء الفود بارتكل لما اثناء ديورنج الايتنج عشان يقلاو الباسج اوف هارد فود. بيحصل البايفوركيشن هنا عند الليفل بتاع التي 4 والتي 5 ثوراسيك فيرتبرا، ودي من الاناتوميكال لاند مارك بهانت المانيوبرا مستر نايت. وبتتقسم زي ما قلنا للرايت مين برونكس which is wider shorter steeper حوالي 2 سنتيمتر في اللينس بتاعها، والليفت مين برونكس which is narrower longer more horizontal حوالي 5 سنتيمتر. يبقى الليفت مين برونكس اطول من الرايت مين برونكس. الرايت مين برونكس ان دايركت كونتينيوتي مع التراكي، عشان كده ات ذا كومن سايت فور اسبيريشن. الليفت مين برونكس نارور اند لونجر، لذلك دايما بيجي الكونجنتال برونكيتس دايما بتحصل اكتر في الرايت لور في الليفت لور لوب، عشان ده كومن سايت فور اسبيريشن.
هنشوف بعد كده بعد ما خدنا الريليشن بتاع التراكيه والبرونكاي حاجه اسمها البرونكو بالمونري سيجمنت. والبرونكو بالمونري سيجمنت من الحاجات المهمه عشان تبقى داخل في البرونكوسكوب عارف السيجمنتال اناتومي، لازم تبقى عارف اتش لونج بتتقسم لكام سيجمنت. يعني لو قلنا مثلا الرايت لونج مينلي بتتقسم لابر لوب وميدل لوب ولور لوب، الرايت لوب بتقسم لثلاث سيجمنت ابر او ايبيكال وانتيريور وبوستيريور، الميدل لوب بتقسم لميديال ولاترال، اللور لوب زي اللنج كتوتال بتقسم لايبيكال وانتيريور وبوستيريور وميديال ولاترال. يبقى فيه كده خمسه سيجمنت عشان يبقوا سهلين الحفظ، في اللور لوب في الرايت سايد ايبيكال وانتيريور وبوستيريور وميديال ولاترال، وعندنا الميدل لوب بتقسم لميديال ولاترال، وعندنا الرايت ابر لوب بتقسم لايبيكال وانتيريور وبوستيريور. نيجي على الليفت سايد الوضع بيبقى مختلف شويه تغيرات، يعني الايبيكال سيجمنت والبوستيريور سيجمنت في الليفت ابر لوب بنسميهم الايبيكو بوستيريور بيتحدوا مع بعض، ويبقى فيه اثنين سيجمنت بس في الليفت ابر لوب بروبر which is anterior والايبيكو بوستيريور سيجمنت. ويجي عندنا اللينجولا تتقسم لسوبيريور وانفيريور زي السيجمنت 4 و5 زي ما احنا شايفين كده على الشاشه قدامنا. ويجي اللور لوب بيجي الهارت بياخد مكان الميديال بيزل سيجمنت، يبقى عندنا الايبيكال فلور وانتيريور ولاترال وبوستيريور، ما يبقاش عندنا الميديال بيزل سيجمنت. يبقى عندنا توتال سيجمنت في الرايت لانج 10 وتوتال سيجمنت في الليفت لانج 8 سيجمنت. تاني يبقى عندنا الابر لوب ايبيكال وانتيريور وبوستيريور في الرايت سايد، ميديال ولاترال سيجمنت بتاع الميدل لوب ايبيكال فلور وميديال ولاترال وانتيريور وبوستيريور، يبقى في خمسه سيجمنت في الرايت لور لوب. على الليفت لانج هيبقى فيه الايبيكو بوستيريور ده بيتحدوا مع بعض غالبا، والانتيريور طبعا بيبقى فيه شويه سيجمنتال ديفرنشيشن، ممكن في عيان تلاقي الانتيريور والايبيكال والبوستيريور موجودين، دي بتبقى فاريشن اناتومي بسيطه بتختلف في نسبه قليله جدا من العينين. وبتيجي اللينجولا سوبيريور وانفيريور، ويجي الايبيكال فلور في اللور لوب بيبقى الايبيكال فلور وانتيريور ولاترال وبوستيريور، ما يبقاش عندنا الميديال بيزل سيجمنت زي ما قلنا. ده يهمني في ايه الكلام اللي انا قلته ده؟ الكلام الكتير اللي احنا قلناه ده هيفرق معانا كتير قوي في المنظر ده اللي هو البرونكوسكوبيك فيو او السيجمنتال برونكوسكوبيك فيو. لو انا داخل في التراكيه وبتيجي عند اناتوميكال لاند مارك، يعني بدايه الريبورت بتعليق الريبورت بتاع البرونكوسكوب، لو انا داخل من الاورال كافيتي بدايه اللور اللور اير واي تبتدي من هنا، اول حاجه بعلق عليها الفوكال كورد، بشوف الفوكال كورد فري وموبايل ولا لا، لو في سلاجش موفمنت لازم اعلق عليها، لو في ابنورمال موفمنت او نوديول او اي حاجه موجوده على الفوكال كورد لازم اعلق عليه. بعد كده بدخل على التراكيه وبعلق على التراكيه، هل فيها ابنورماليتي، شايف فيها نوديول، شايف فيها ماس، شايف فيها اي ابنورمال حاجه غير اللي انا متعود عليها في البرونكوسكوب فيو لازم اعلق عليه. طبعا التراكيه بتتعرف بالانكمبليت كارتليج لاسرين والسايز بتاعها. من الاناتوميكال لاند مارك المهم قدامي الليفل ده، ده الليفل بتاع الكراين، بيتقسم البرونكوسكوب فيو زي ما انا شايف كده ليفت مين برونكس ورايت مين برونكس. يبقى انا لو واقف عند راس العيان وداخل بالمنظار، ده البوستيريور وول بتاع التراكيه وده الانتيريور وول، يبقى ده اليمين بتاعي وده الشمال، ده الرايت مين برونكس وده الليفت مين برونكس عند الليفل ده بتاع الكراين. يبقى انا واقف بالمنظار هنا وشايف الكراين في الوضع. لو دخلت تحت شويه على الرايت سايد وجهت المنظار ناحيه اليمين، يبتدي الفيو يظهر عندي بتاع في الرايت مين برونكس، الفيو ده الفيو بتاع الرايت ابر لوب وبتاع البرونكس انترميديت. يبقى المنظر عندي في المكان ده هو لو انا المنظار العدسه بتاع المنظار في المنطقه دي هتبقى شايف الرايت ابر لوب ده وده البرونكس انترميديت. لو دخلت فوق شويه في الرايت ابر لوب تبتدي تظهر الثلاثه سيجمنتال برونكيه اللي احنا قلناهم اللي هو الايبيكال والانتيريور والبوستيريور، في ناس بتسميهم بي 1 وبي 3 وبي 2، وفي ناس بتختلف شويه في الانتهاءات. المهم اللي عند الليفل بتاع الابر لوب برونكس على الرايت سايد هشوف المرصيد الساين دي اللي هي البايفوركيشن الثلاثه بين الايبيكال والانتيريور والبوستيريور، ودي بنسميها بي 1 وبي 3 وبي 2. لو دخلنا عند الليفل بتاع اللور لوب برونكس او البرونكس انترميديس ثاني هشوف المنظر ده، هشوف المنظر بتاع لو انا وجهت المنظار بتاعي عند البرونكس انترميديس خلاص عديت مرحله الابر لوب، هشوف عند الرايت ميدل لوب برونكس فوق وتحت عند الساعه 3 كده الايبيكال فلور او السيبيريو سيجمنت في رايت لور لوب، وفي الوش قدام المواجه ليا تماما هو الرايت لور لوب سيجمنتال برونكو. لو طلعنا بالمنظار ثاني عشان ابص على الليفت سايد
يظهر عندي الليفت ابر لوب والليفت لور لوب. لو العدسه بتاع المنظار موجوده في المكان ده، لو نزلت تحت شويه عشان ابص الابر لوب يتقسم لابر لوب بروبر اللي هو يتقسم بعد كده الايبيكو بوستيريو وانتيريو زي ما قلنا، او اللور لوب ديفيجن اللي هو اللينجولار او بتاع اللينجولا عشان نشوف السوبيريو سيجمنت بتاع اللينجولا او الانفيريو سيجمنت بتاع اللينجولا. لو نزلت تحت في اللور لوب هيشوف بقى بقيه السيجمنت البرونكاي بتاع اللور لوب. فده يفرق معانا تماما ان انا اعرف السيجمنت الاناتومي عشان اي ابنورمال ليجن موجود لازم احدد المكان بتاعه بعد كده عشان اشوف مثلا لو انا عندي تيومر هشوف هو اوبرابل ولا لا، البعد بينه وبين القرينة قد ايه، هل هو ابستراكتنج سيجمنتال برونكاي ولا وان اوف ميجور برونكاس او المين برونكاي اللي عندي. فدي مهمه جدا ان انا اعرف البرونكوسكوبيك فيو والسيجمنتال اناتومي بتاع البرونكيال تري. بتنتهي البرونكيال تري بوات از كولد الالفيولاي، والالفيولاي سراوند ريسبيراتوري برونكيول، وعندنا ثلاثة تايبز من السلمة بتلاين او بتاندرلاين الوول بتاع الالفيولاي. التايب 1 الفيولار سيل، ودي بتمثل الريسبيراتوري ايبيثيليوم والثيكنس بتاعها حوالي نص مايكرو، وسبحان الله دول بيمثلوا حوالي 70 متر مربع، يعني خلوا السيرفيس اريا بتاع اللون حوالي 70 متر مربع. التايب 2 الفيولار سيل دي مسؤوله عن السيرفكتنت برودكت، ودي مهمه جدا عشان السيرفكتنت ده هو اللي بيمنتين الالفيولاي بيتنت، بيقلل السيرفيس تنشن بين الاير وبين الفلويد. الماكروفاج او بيسموها الداست سيل طبعا دي من الخلايا المهمه جدا المسؤوله عن الاميونيتي ومسؤوله عن الانجلفمنت بتاع الداست بارتكل، وبتعمل كليننج لاي فورم بودي من المايكرو فورم بودي اللي بتدخل لنا. ده المنظر بتاع المنظر مكبر طبعا للالفولاي، والالفولاي بتبقى واخده الشكل بتاعها وات از كولد الفولار ساك، وكل ما الالفولار ساك دي بتزيد السكيوليشن بتاعها عشان تزود السيرفيس اريا بتاع الجهاز التشين. دي بدايه الالفولار داكت، ودي بدايه اللي بنسميها الريسبيراتوري اسينوس، بتبتدي بالريسبيراتوري برونكيول وتدخل على الالفولار داكت، والالفولار داكت بتدخل على الالفولار ساك، وهي دي المسؤوله عن الجهاز التشين، وبتغطيها شبكه متكامله من الكابيلاري بيد من البلمونري ارتريز والبلمونري فينز. والبلمونري فينز عشان تجيب الان اوكسجينيتد بلاد، والبلمونري ارتري بيجيب الان اوكسجينيتد بلاد يحصل له اوكسجينيشن في اللنج وبعد كده يبقى دريند في البلمونري. طبعا دي اهم عمليه بتحصل في البودي فور جاز اكسشينج، بتحصل في المنطقه دي، والمنطقه اللي فوق كلها كان اسمها الكوندكتنج زون، امام دي الاكتيف زون اللي بيحصل فيها اكسشينج للاكسجين من الاير واي او من الاير نفسه للبلد، بيحصل فيه اكسجينيشن للبلد. ودي من اهم النقط اللي لازم نستفيد منها النهارده. يبقى احنا كده رجعنا البرونكيال تري تماما، عرفنا بدايه البرونكيال تري، عرفنا المين برونكاي، عرفنا الفرق بين الرايت مين برونكس والليفت مين برونكس، عرفنا السيجمنت الاناتومي، كم عدد السيجمنت في اللنج اللي عرفناها، النومينيشن بتاع اتش سيجمنت لو انا بسميها بالليفل بتاعها بي 1 وبي 2 وبي 3، عرفنا البرونكوسكوبيك فيو بتاع كل سيجمنت وازاي اميز شكل السيجمنت، وما دوم دايما برجع للقرينه وابتدي اوجه المنظار تاني في الاتجاه اللي حدد السيجمنت الاناتومي اللي هدخل فيه. وكده ناقصنا النيورو فاسكولار سبلاي للالفولاي والبرونكاي، ودي سهله جدا. اعرف دايما ان البرونكاي بتبقى درايف الانرفيشن بتاعها من الفيجاس نير، عشان كده احنا بنعتمد دايما على النيورو ماسكولار بلوكر والحاجات اللي احنا بناخدها الماسكارينيك انتاجونست كبرونكو دايليتور مماثل تماما للبيتا اجونست في علاج العينين اللي فيهم برونكو كونستريكشن، وبالذات العينين بتاع سي او بي دي. وبداوا يكلموا اننا احد اللاينز اوف تريتمنت الجديده اللي بعالج فيها الادفانسد سي او بي دي ان انا اعمل دينرفيشن للفيجاس نيرف في الحالات اللي زي دي. وطبعا البلاد سبلاي للبرونكاي دايما جاي من البرونكال ارتريز، ودي جايه دايما من الاورطه، والفينوس درينج دايما بيحصل في البرونكال فينز ويتش از درين دايركت للليفت اتريوم. وفي النهايه ارجو ان انا اكون وصلت معلومه مهمه عن البرونكال تري وهاو تو نو البرونكال اناتومي من اول التراكيه لحد ما اوصل للالفولار الالفول بيد. وشكرا جميعا، وشكرا للجنه المنظمه، وشكرا لجمعيه البرونكولوجي على الدعوه الكريمه، وان شاء الله يكون مؤتمر ناجح ويكون فيه استفاده للجميع ان شاء الله. اولا حابب اعرفك نفسي، انا احمد يوسف، استاذ ورئيس قسم بكليه الطب جامعه الاسكندريه. اولا بحب اشكر جمعيه البرونكولوجي وعلى اثار الاستاذ دكتور طارق صفوت على دعوتي لاكون مع حضراتكم في البرونكوسكوبي. ده من الحاجات الجميله جدا والادفانسد، سواء كانت البيس سواء كانت الادفانسد برونكوسكوبي. واشكر رئيس المؤتمر الاستاذ دكتور ياسر مصطفى، رئيس قسم الصدر بكليه الطب
عين شمس. ان شاء الله النهارده هنتكلم على البريباريشن والتوبيكال انستيزيا ديورينج فليكسيبل برونكوسكوبي. نيكست. كان في مقولة بدأها جاكسون في سنة 28 بيقول إيه؟ In the future as at present the internist اللي هم بتوع دكاترة البطن يعني will tap and look and listen on the outside of the chest. يعني هم بيعملوا كل حاجة بس ما بيشوفوش جواه. والراديولوجي اللي هو دكاترة الأشعة will continue to look through the patient. But the surgeon and the internist and the radiologist all will ask the bronchoscopist to look inside the patient. شوف المقولة دي من سنة 28 على أساس أنهم كان عندهم الريجيد برونكوسكوبي والريجيد الحاجات اللي هي بتاعت اليوروسكوبي and so on. Next. طيب أهم حاجة بقى لو قلنا مثلا الحالات بتاعت البرونكوسكوبي ان in case of doubt whether برونكوسكوبي should be done, يعني انا هقول ايه, هل البرونكوسكوب ده هيبقى مهم ولا لا, اعمله ولا لا, يبقى في هذه الحالة لازم تعمله. زي كان زمان يعلمونا لو انت قدام عيان مخنوق وتقول هل اعمل تراكيوستومي ولا لا, يبقى لازم تعمله, يبقى دي برضو الانديكيشن بتاعت. بيقول in truth the indication for bronchoscopy is when the information required is best obtained safely by the bronchoscope. يعني أنا أفيد أنا بعمل برضو برونكوسكوب للعيان, لكن العيان كليتيكالي إل برضو ما أقدرش أعمل, يبقى لازم أكون حكيم في الإنديكيشن الكونترا إنديكيشن بتاعة البرونكوسكوب. Next. الفليكسبل برونكوسكوبي can be performed in bronchoscopy suite أو في الأوبريتنج روم. It can also be performed at bedside في ICU or at emergency room according to the patient location and the clinical status. Next. طيب لو انا بدأت هقول ان انا هعمل الفايبر اوبتيك برونكوسكوبي, ايه الحاجات اللي انا لازم يبقى موجودة في الروم equipment. Next. اهم حاجه لازم يبقى موجود عندي اكسجين وفاكيوم سيستم. تاني حاجه افرض لا قدر الله حصل الريست ولا حاجه, يبقى يكون معايا ريسسيتيشن اكويبمنت. واهم حاجه اللي كان زمان ما حدش باخد منها ودلوقتي لازم نبقى موجودين الانفكشن كنترول ديفايسز وادكويت فنتيليشن. نيكست. از رول ان البرونكوس لا بريفيوس بليز as a rule ان البرونكوسكوبيست should never blame or proceed without, لازم اخد full history, لازم اعمل physical examination كويس, ولو لازم راديولوجي ما ينفعش ان اعمل برونكوسكوب بدون ما معايا الراديولوجي عشان اشوف ايه الباثولوجي اللي موجود. واهم حاجة ان انا ابقى فيه verbal و written information عشان improve tolerance في العيان, والinformed consent مهمة جدا. next. أهم حاجة يا جماعة لازم أعمل sufficient explanation to the patient and the family member about the procedure. إيه هي الريسك فاكتور, إيه هي البنفيت منه, إيه هي الانديكيشن and so on. هتلاقي العيان كويس جدا معك. Next. زي ما اتفقنا هيبقى العيان يبقى more comfortable and cooperative معها. Next. طب انا خلاص بقى وصلت ان انا ظبطت العمليات او البرونكوسكوبي سويت وعرفت الانديكيشن والحاجات دي كلها, ابدا اعمل بريباريشن للعيان ازاي. نيكست. اول حاجه لازم العيان يبقى فاستنج على الاقل من 4 إلى 6 ساعات قبل البروسيجر. تاني حاجه ان انا انستراكت البيشنت تو بيرفورم جود ماوث كير علشان أمينيمايز الريسك اوف انترودكشن اوف بكتيريا تو ذا لانج.
during the procedure. Next. Remove any patient denture أو glasses أو contact lenses and so on. ودي كتير أو بينساها جماعة. وتيجي تعمل البرونكوسكوب تلاقي العيان مثلا مركب سنة والحاجة يحصل فيها aspiration وتتحول بقى بدل ما هو flexible وsimple procedure نبدأ بقى نعمل الrigid وgeneral anesthesia and so on. Next please. من حاجات اللابوراتوري تيست ريكوايرد بيفور برونكوسكوبي بتبقى فيو حاجات بسيطه جدا وريكومندد سبيشالي لو انا عندي بقى هيستوري ان عنده بليدنج تندنسي او كواجريشن ديس اوردرز اند سو اون او ان انا حامل ترانس برونكال بايوبسي يبقى لازم اعمل البليدنج بروفايل بتاع العيان ده. نيكست. زي ما حضراتكم عارفين ان احنا عندنا تو تايبس اوف برونكوسكوبي في الفايبر اوبتيك برونكوسكوبي وده بيبقى دان اندر لوكال انستيزيا وفي الريجيد برونكوسكوبي وده بيبقى دان اندر جنرال انستيزيا زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره ده الفايبر اوبتيك اللي هو عامل زي السماعه الاسود وده الريجيد طبعا عامل زي الماوس احنا طبعا هنتكلم عليها على الفايبر اوبتيك برونكوسكوبي ده اللي هو الفاميليار والمفروض برضو اي سنتر لازم يبقى بيشتغل بالاثنين بس احنا عشان حاجات بيزك ودايجنوستيك مفيش مانع ان احنا على الفايبر اوبتيك برونكوسكوبي. نيكست. ده شكل الفايبر اوبتيك برونكوسكوبي وده اللي هو الفيديو سكوب ودلوقتي ده الايرا اللي موجود بحيث ان احنا ابدا انا اشوف المساعدين بتوعي برضو يبقى شايفين على الشاشه and so on. Next. البرونكوسكوب زي ما حضراتكم شايفين كده introduced في الاير واي عن طريق ايه ممكن يبقى انتروداكشن عن طريق النوز ممكن عن طريق الماوث ممكن عن طريق الاندوتراكيت تيوب لو العين ده في الاي سي يو او عن طريق التراكيوستومي تيوب. Next. اهو زي ما حضراتكم شايفين كده التكنيك ممكن نيزل ممكن اورر ممكن اندوتراكيال تيوب ممكن عن طريق اللارينجال ماسك او التراكيوستوم تيوب. Next. على اساس ان هو فليكسبل وبسهوله جدا ان انا ممكن ميليوريت في اي حاجه. طيب بالنسبه بقى للبري ميديكيشن من الحاجات المهمه جدا بيقول ايه ان there is much debate over the need for sedation before or during procedure. يعني في ناس تقول ممكن في الفايبر اوبتيك ادي سيديشن في ناس تقول لا فبيقول ايه لو انا قعدت عملت conversation ما بين الدكتور وما بين العيان وشرحت له كل حاجه وكله تمام هيقول لك ان الكلمتين الصغيرين دول اللي انا شرحت له فيها كل حاجه دي بتساوي كانه اخذ سيديشن فانا ممكن اعمله من غير اي حاجه خالص بس بيكون بروفايد طبعا العين اللي قدامي كويس. نيكست. طب لو انا حبيت بقى ادي سيديشن بيحسن طبعا امبروف التورنانس تو ذا بروسيجر وقول بيشنت شود هايلي سيديتد ويز ا شورت اكتنج اللي هي بنسميها كونشس سيديشن ان البيشنت شود بي ايبل تو كوبريت ويز ذا بروسيجر اند فولو الكوماند اند كومفورتبل انف تو توليريت ات كل ما بقى انا مع العين كل ما يبقى كويس بس also increase the risk for respiratory depression اللي هو sedation يعني زي ما هو دي advantage ممكن ليه disadvantage ان هو ممكن يعمل لي respiratory depression ممكن يحصل respiratory arrest especially لو انا عاطي البنزودايزيبين مع الاوبيت. طب الميدازولام ده اللي هو اكتر حاجه بنستخدمه is the most used benzodiazepine since it has a rapid onset of action and produce sedation and amnesia. الانيشال دوز بتاعته بتبقى 1 ملي جرام فولود افتر 2 مينتس باي ان انا زود 1 ملي جرام كل مينت على حسب الريكوايرمنت بتاعي ولو العين ده اخر دخل في اوفر دوز من البنزودايزيبين بيبقى المفروض معاك الاندجنوست بتاعك اللي هو الفلومازين ودول حضرتك اللي هو البولستان ممكن استخدم الميدازولام ممكن استخدم الفنتانيل ممكن استخدم الكيتول اللي هو الكيتامين ممكن اعمل انفيوجن للبروبوفول اللي هو كلنا بنستخدمه اللي هو بيبقى البروبوفول اللي هو اللي بيبقى لونه عامل زي اللبن ده كده فده من الحاجات اللي هو الديبريفين يعني. اوكي نيكست. ساعات احنا ممكن ندي للعيان توبيكال فازو كونستريكتور في الاول زي دايلوتد افيدرين بيريحني في حاجتين لو انا هدخل من النوز فده بيوسع التراك اللي انا بدخل منها بالفايبر اوبتيك برونكوسكوبي في نفس الوقت اللي هو بيعمل شرينكج للميكوزا فبيقلل البليدنج لو انا خدت بايوبسي. نيكست.
طب التوبيكال انستيزيا اللي انا بستخدمها اللي هو اشهر حاجه طبعا الليدوكاين، فانا ممكن استخدمه كنيزل سبراي اللي هو الليدوكاين ايروزول 10% او جيل 2%. لو عن طريق الاوروفارينكس اللي انا بستخدم برضو الليدوكاين 10% او عن طريق ان انا اخلي العيان يستنشقه بالنيبولايزر. لو انا بدات بقى ادخل على الفوكال كورد وتحت الفوكال كورد يبقى عن طريق البرونكوسكوب اللي هي الوركينج شانل بان انا بحقن بولس من ال 2% ليدوكاين. نيكست، ده اللي هو الفوكال كورد. وبعد كده بدات ادخل على الترقيه والقرينة والرايت والليفت مين، فبدا ادخل بالبولس بتاعه الليدوكاين. نيكست، بس نخلي بالنا برضو ان زي ما هو له ادفانتج فالتوتال دوز بتاعه الليدوكاين شود بي ليميتد. يعني ايه؟ لان هو بيحصل منه توكسيستي جامده جدا بالذات في حالات الاوردرلي والليفر او الكاردياك امبيرمن. يعني خلي بالنا برضو ان الابيوز بتاعه ممكن يعمل لي سايد افكت كتير جدا. نيكست، اهم حته بقى اللي هو بتبقى فيري سنسيف عشان احقن فيها طبعا الفوكال كورد من الحاجات المهمه جدا، بعد كده التراكيه الكارينا، وبعد كده الرايت والليفت مين، وبعد كده بيبقى انسيزيف ممكن ادخل اروح براحتي مفيش اي مشكله خالص. نيكست، زي ما قلنا ان هو زي ما اللوكال انستيزيا كويس، لكن في نفس الوقت ان هي ممكن يبقى فيه سايد افكت كتيره جدا، واهمهم لان هو بيحصل ممكن منه ابزوربشن سيستماتيك ويحصل لي كارديو فاسكولار افكشن زي الاريزما وكده، وسي ان اس افكشن بالذات في الارض اللي ممكن يحصل سيمي كوما او ممكن يوصل لكوما توز ديبيشن. نيكست، نيكست، كل ده اللي هو السايد افكت اللي احنا قلنا عليه سواء كانت كاردياك او سي ان اس. نيكست، و ثانك يو فيري ماتش، وان شاء الله يبقى في المحاضره الثانيه بتاعت زميل اخر هيكلم بقى على المور ادفانسد بيزك برونكوسكوبي. وشكرا لحضراتكم وشكرا لحسن الاستماع وثانك يو فيري ماتش. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا interpretation of bronchoscopic findings and the bronchoscopic report. How to interpret bronchoscopic findings. دي تعتبر map. أول حاجة بنكومنت على البرونكيال وول، ميكوزا، سب ميكوزا و others like granulation tissue, pits, fistula and diverticuli. تاني حاجة برونكيال لومين، interluminal exophytic أو infiltrative أو granulation tissue أو extrinsic compression أو fibrotic structures, abnormal branching, finding of spurs. تالت حاجة pathological and abnormal substance like secretions, bleeding, foreign body. وآخر حاجة tracheobronchomalacia and excessive dynamic airway collapse، وهنشوف الفرق بينهم في الآخر. أول حاجة البرونكيال وول ميكوزا. normal ميكوزا appear pale and pinkish, shine slightly when illuminated, easily bruised and erythematous with minimal trauma. On suction بيحصل hyperemia, ecchymosis or even bleeding. Abnormal mucosa ممكن تبان raised irregular mucosa أو mucosal erythema, mucosal edema, mucosal ulcers أو new vascularization أو anthracosis أو prominent posterior trim lines muscularis، ودي تبقى common feature في حالة chronic bronchitis أو bruises أو suction trauma أو hyperemia. تاني حاجة في البرونكيال وول اللي هي السبميكوزا زي في التلات صور اللي باينين raised mucosal surface due to submucosal bulge أو others like granulation tissue, bronchial wall granulation tissue وtracheal wall granulation tissue أو pits زي ما باين في الأربع صور، ودي برضو بتبقى common feature في حالة chronic bronchitis أو tracheosurgical fistula زي ما هو باين أو tracheal diverticuli تاني حاجة البرونكيال لومين interluminal exophytic lesions زي ما باين في التلات صور، تبقى طبعا very common مع حالة البرونكوجينيك كارسينوما. نفس الكلام exophytic mass near total obstructing airway و exophytic mass nodule تبقى في حالة البرونكوجينيك كارسينوما.
او انترليومينال انفلتريتيف زي ما باين في الصوره اللي على الشمال خالص. دي حاله لينفوما ميكوزال اند سيمي ميكوزال انفلتريشن زي ما باين في الصوره اللي في النص الادينوكارسينوما، والصوره الاخيره ادينوكارسينوما باين فيها الانترليومينال انفلتريتيف. برضه انتريوم انفلتريتيف حالة ادينوكارسينوما في ميكوزال انفلتريشن في ال RC2 وفي الاوبننج رايت ميدل لوب برونكاس زي ما هو باين في الصورة، وسمول سيل لان كانسر باين فيها انتريوم انفلتريتيف. او انتريوم جنريشن تيشو زي الصورة اللي فوق ديت، دي جنريشن تيشو ديستال تو تراكيوستومي تيوب، او الصورة اللي تحت جنريشن تيشو along anterior wall of the trachea، او extrinsic compression زي ما هو باين extrinsic compression lower third of the trachea and left main bronchus due to esophageal cancer، او compression left main bronchus from esophageal cancer زي الصورة اللي فوق، أو compressed trachea with invasion from adenoid carcinoma زي الصورة اللي تحت. بعد كده في fibrotic structures ليها كذا شكل، web like أو circumferential أو hourglass أو simple or complex isolated or associated abnormalities. Do you apply for protection? What is subglottic area? The protective structure ده شايفين في الصورة اللي فوق. الصورة اللي تحت simple circumferential subglottic stenosis. معنى كلمة simple إن هو الاستركشر موجود at one level مش multi level. ده complex for protective structure، معنى كلمة complex إن الاستركشر موجود at many levels. ده bronchial structure complex fibrotic patient with old history of TB و chronic cough. طيب ازاي نحدد ال severity of obstruction لل airway؟ ال degree of obstruction ممكن تبقى minimal او moderate، لو اقل من 50% obstruction من ال diameter of the airway ممكن يكون severe، لو اكبر من 50% of diameter of the airway was obstructed نقول عليه severe. ممكن برضو نعملها classification by partial obstruction or complete obstruction. partial obstruction ان انا distal airway visible شايف distal airway شايفها، complete obstruction ان distal airway not visible at all. الصورة اللي على الشمال زي ما انتم شايفين ده partial obstruction، اللي على اليمين complete obstruction لل left main bronchus. في abnormal branching اللي اسمها تراكيال برونكس زي ما احنا شايفين في الصورة اللي على اليمين وعلى الشمال، في separate برونكس طالع من lower third of the trachea ده رايح للرايت upper loop تراكيال برونكس، ليه اسم تاني اسمه big برونكس. findings of spurs زي ما احنا شايفين في الصورة اللي على الشمال prodent main carina، والصورة اللي على اليمين prodent RC1. تالت حاجة عندنا في الماب pathological and abnormal substance. secretion normally بيكون موجود little mucus or clear slightly frothy secretions are noted. abnormal secretions نعملها analysis of color type consistency amount localization. دي different color secretions. بعد كده abnormal substance like foreign body زي ما احنا شايفين في الصور. اخر حاجتين عندنا tracheobronchomalacia and excessive dynamic airway collapse. What is the difference between tracheobronchomalacia and excessive dynamic airway collapse?
نورمال نورمال تراكية زي ما احنا شايفين في الـ shape A دي during inspiration. during expiration زي shape B بيحصل slight undrawing لل posterior tracheae wall to the inside زي ما احنا شايفين كده في الصورة shape B. ده physiological dynamic airway collapse, دي حاجة physiological بتحصل during expiration اللي بيحصل slight undrawing to the inside of the posterior tracheal wall, وده نتيجة ان هو ال posterior tracheal wall مفهوش cartilage فعشان كده بيحصل undrawing to the inside. يبقى A ده during inspiration, B during expiration which is physiological. طيب C shape C ده excessive dynamic airway collapse, دي حاجة abnormal بيحصل marked undrawing to the posterior tracheal wall to the inside. طيب نيجي لشيب دي. شيب دي بيحصل flattening لل anterior tracheal wall due to weakness of the cartilaginous part of the anterior tracheal wall فيحصل ما يسمى tracheobronchomalacia, والتايب دوت بيبقى اسمه crescent type زي شيب دي نتيجة flattening of the anterior tracheal wall weakness of the cartilaginous part. Shape E بيحصل weakness of the lateral wall of the trachea زي ما احنا شايفين كده, وتعمل ما يسمى super sheath type tracheobronchomalacia. طيب لو حصل weakness لل anterior tracheal wall and post lateral tracheal wall يحصل الشيب اللي هو shape F اللي هو circumferential type tracheobronchomalacia. دي tracheomalacia زي ما احنا شايفين الصورة اللي على الشمال, ده super sheath type collapse of lateral wall during expiration زي ما احنا قلنا. الصورة اللي على اليمين crescent type flattened anterior wall during expiration. ال excessive dynamic airway collapse ال posterior wall of the trachea زي ما احنا قلنا قبل كده بيحصل inward undrawing during expiration while anterior wall remain intact. مشكلة في ال posterior trachea wall اللي هو بيبقى marked undrawing to the inside during expiration while the anterior wall remain intact و healthy. آخر حاجة عندنا how to write a bronchoscopy report. لازم نكومنت على الحاجات دي كلها كده بالترتيب. أول حاجة patient name, bronchoscopist name, assistant name لو موجود, indication for the procedure, anesthesia and the other medication, type and amount, is it local ولا general, خد إيه, oral or nasal introduction of the bronchoscope, nasopharynx, hypopharynx, larynx, vocal cord, subglottic area, trachea, main carina, right, left and right bronchial segments, summary of abnormalities noted, description of the procedure performed, is it lavage or flushing, or transbronchial lung biopsy or TPNA, the status of the specimens obtained and it will be sent for which examinations, complications اللي ممكن تكون قد حصلت, وآخر حاجة impression and the plan of treatment. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية بشكر أستاذ الدكتور طارق صفت رئيس جمعية البرونكولوجي, والأستاذ الدكتور ياسر مصطفى رئيس المؤتمر, وكل الكاست تيم اللي شغال في المؤتمر, الدكتور أشرف مدكور والدكتور عماد قراعة, الدكتور تامر محمد علي والدكتورة نهاد والدكتور أحمد غريب صاحب المجهود العظيم في المؤتمر ده. النهاردة محاضرتي في الوركشوب عن الدياجنوستيك تكنيكس برونكوسكوبي بشكل عام. هيستوريكال كده هبدأ إن إحنا بدأت القصة في 1897 عن طريق جوستاف كيليان, وبعدين 1904 بدأ البنتكس يظهر عن طريق تشيفليه جاكسون, وبعدين 1966 إيكيدا الأب الروحي بتاع البرونكوسكوب, ثم في 1980 بدأ يظهر الليزر, 87 الفايبر اوبتيك فيديو برونكوسكوبي, 91 الأوتو فلوريسنت, 99 الإيباس, وما زال وما زال وما زال كل يوم في جديد, بداية من الإلكتروماجنتيك نافيجيشن والنارو باند والإندوسكوبيك لانج فوليوم ريدكشن, ثيرموبلاستي, أوبتيكال كويرنس توموجرافي.
الحقيقه ان الفادر اوف برونكوسكوبي في مصر بشكل عام هو اول من ادخله الاستاذ الدكتور رحمه الله عليه حسن حسني استاذ الصدر في عين شمس، كان في 1972. انا بستخدم برونكوسكوب ليه؟ when necessary information required is best obtained by flexible bronchoscopy. انا بستخدمه عشان ادياجنوز وثيرابيوتيك لوك وسامبل، ولوك وسامبل يعني لافاج وبرونكر وبراشنج وبيوبسي، ودي محاضرتي النهارده. ثم الثيرابيوتيك تكنيك سيتكلم عليها احد زمايلنا. يبقى انا كدياجنوستيك تكنيكس محتاج ايه من البرونكوسكوب؟ اسس الاير واي بيتنسي، ايفالويت الابنورمال راديولوجيكال فايندينجز، اعمل تيشو بيوبسي لدياجنوزنج اوف لانج ديزيز، اعمل ستيجنج للانج كانسر، اعمل اكسبلانيشن لان اكسبلند هيموبسيس او كاف او رويز او سترايدر، اخد مايكروبيولوجيكال سامبلز في الانفكشوس ديزيز، ايفالويت الاير واي تروما، ايفالويت الفوكال كورد باراليس. كونترا انديكيشن ريسك بينفيت ابسولوت، ما عنديش ابسولوت كونترا انديكيشن، لكن ريلاتيف السيفير ريسبيراتوري انسفيشنسي، السيفير كارديو فاسكولار انستابيليتي، الانابيليتي تو مينتين ابيتنت اير واي، السيفير جنرالايز دي ابيليتيشن وكواجولوبس. ده الفليكسبل برونكوسكوب، وده الريجيد برونكوسكوب، وده الفليكسبل برونكوسكوب ده منظره، وده هو بيبقى عباره عن اليونيفرسال كورد والكنترول سكشن والانسكشن تيوب والوركينج شانل. وده منظر البرونكوسكوب، وده منظر الفيديو بالبرونكوسكوب، ودي الانسترومنتيشن اللي احنا بنشتغل بيها. بحب اعرضها دايما، الانسترومنتيشن لازم تبقى عارف الاكسترنال دايمتر بتاع المنظار بتاعك، الوركينج شانل بتاعتك قد ايه، طول منظارك قد ايه، ابورد اور سيفيرور ديفليكشن وداونورد اور سيفيرور ديفليكشن قد ايه، والفيلد اوف فيو. دي معلومات لازم تبقى عارفها في الانسترومنتيشن بتاعك. ودايما بنقول ان المنظار بيشتغل، الاوبريتور اللي زي اللي بيشتغلوا من الباك بنشتغل خلف خلاف، انزل الليفر لتحت يبقى انا بطلع المنظار لفوق، انزل اطلع الليفر لفوق يبقى انا بنزل المنظار لتحت. دي الاكسسوارز اللي انا بستخدمها في السامبل، لازم ابقى عارف الدولاب بتاعي فيه ايه عشان اطلب من النيرس الادوات بناء على الحاله بتاعتي، ودي الاكسسوارز اللي انا بستخدمها. طيب اي تيم برونكوسكوب، انا كبرونكوسكوبيست ومعايا اسيستنت ومعايا اتنين نيرس، واحد انستيزيا ومحتاج لابوراتوري معايا. قبل البرونكوسكوب في بروكوشن اوف بروكوشن في الهستري، لازم ابقى شايف الراديولوجي كويس، فيربال وريتن انفورميشن انفورميد، سبايرومتري العيان السي او بي دي، اوتو سبلاي للعيان الهيبوكسيك، برونكو دايليتر للازماتيك، ريجولار ميديكيشن سبيشالي لو بياخد انتي هايبرتنسيف دراج، الاورال انتي دايابيتيك، والانسولين اليوم اللي قبل البروسيدرز، والبلاد بريشر قبل البروسيدرز. قبل الفايبر اوبتيك برونكوسكوبي مهم قوي اعمل البيتليك كاونت واعرف اي ريسك فاكتور، ومفيش فود 4 ساعات، ومفيش ايد وات درينك 6 ساعات بريور للفايبر اوبتيك برونكوسكوبي. الاسبرين سيف، البلافكس لازم اوقفه في اليوم قبلها ب5 ايام، الورفرين الاي ان ار اقل من 3 لازم اوقفه، اقل من 1.3 اوقفه قبلها ب3 ايام، الاي ان ار اكتر من اقل من 2.5 لو هعمل تكنيكس، الهيبرين قبليها ب2 ساعات، الفود افويدد اكتر من 6 ساعات. مونيتورنج، ما ينفعش اشتغل منظار من غير بلس اوكزيمتر، من غير اوتو سبلمنتيشن، من غير اي سي جي بالذات في عيانين كارديك ديسيز، ولازم يبقى عندي ريسستيشن اكويبمنت. طيب نبدا نتكلم بقى في البرونكوسكوبيك سامبلنج تكنيكس بتاعتنا. اول حاجه البرونكوسكوبيك بيوبسي، دي بتتعمل اندر دايركت فيجن، وبيبقى معايا ديليوتد بنفرين سوليوشن، بحطه في السايت بتاع البرونكوسكوب، وسسبكتد برونكيال مالجنسي اتليست لازم اخد 3 ل 4 بيوبسي. يبقى انا اول لما اشوف الليجن بخش عليه دايركت واعمل فليكشن للبرونكوسكوب 90 درجه وابدا اخد البيوبسي بتاعتي. الترانس برونكيال بيوبسي ذا فورسبس انتو ذا برونكاس، بوصل للبريز فرا اللانج ريجن وبرجع بالفورسبس 2 ل 3 سنتي وافتحه تو افويد، وبعدين بخش سنتي كمان عشان ابعد عن البلورا. اي هيموريج بعمل له تمبونات بالبرونكوسكوب، ودايما يبقى بحب يبقى في برونكوسكوبيك جايدنس معايا عشان اعرف اخد ترانس برونكيا لانج بيوبسي. يبقى انا اتكلمت عن البرونكا البيوبسي العاديه، لو انا شايف اكسفليتد ماس في عينيا بخش عليها دايركت، وبعدين اعمل ديفليشن للبرونكوسكوب 90 درجه واخد البيوبسي من 3 ل 5 بيوبسي،
يبقى معايا ديليوتد ابينفرين عشان لو حصل مني هيموريج. في ترانس برونكال بيوبسي في البريفرال لانج ريجن بخش لحد ما اوصل بريفري اوف ذا لانج، برجع بالفورسيبس 2 ل 3 سم وافتحه، وبعدين اخش سنتي واخد البيوبسي. ده المنظر الجايدنس لو انا بشتغل بفلوروسكوبي. دي تي بي ان اي ترانس برونكال نيدل بيوبسي. لو انا عايز اخد ترانس كراينال او ترانس برونكال نيدل بيوبسي، ذا شيز نيدل از ادفانسد في البرونكوسكوب ثرو وركينج شانل. النيدل بعد كده بفتحها بالتكنيك بتاعي، بطلع النيدل اوت، السامبل از اوبتين باي برونكوسكوست باي انكريزنج نيدل في التارجت اريا، نيدل ان، يبقى انا خلاص دخلت في السامبلنج نود وابدا اخد السامبلنج بتاعتي. ودايما في الكونفنشنال تي بي ان ايه انا لازم اعرف ايه السامبل اللي اقدر اوصل لها. انا اقدر اوصل للساب كراينال، واقدر اوصل للفور الرايت ابر واللور باراتراكية، وعندي تكنيكس بشتغل بيها زي الوانج تي بي ان ايه سامبلنج تكنيكس. واهم حاجه ان انا الاول خطوه ريفيو سي تي زي ما انا شايف، حددت الساب كراينال، دخلت بالمنظار بتاعي في الكراينا، حطيت المنظار واستخدمت الوانج تكنيك، واقدر اخد البيوبسي بسهوله. دي الامبروفد تي بي ان اي دايجنوستيك ييلد، بدا يظهر حاجه اسمها الريديال بروب ايبس، بدل ما انا كنت مش شايف، لا هيبقى في دايركت فيجواليزيشن، هقدر اشوف الساب كراينال، هقدر اشوف الرايت واللور باراتراكيه، هقدر اشوف ال 2 و4 و7، اشوف الهايرال واللوبر والانترا لوبر، والدايجنوستيك ييلد عالي ووصل معايا 35 85%. يبقى ده تي بي ان اي، ده هيساعدني في الستيجنج بتاع اللانج كانسر. ايه البراش؟ لو انا مش شايف التيومر قدامي ممكن اعمل حاجه اسمها براش تكنيك. البراش تكنيك بستفيد منها بحاجتين، بخش بيها وبتبقى كلوز، وبعدين اطلع البراش وابدا اخد بايوبسي. يبقى البرونكوسكوبي لو انا عندي فيزيبل ليجن انا ممكن اخد بايوبسي، وممكن اعمل بال، وممكن اعمل براش، وممكن اعمل تي بي ان اي. لو انا عندي البرونكوسكوبيك ليجنز فيزيبلز اقدر اعمل الكلام ده. طب لو لو الليجن مش فيزيبل انا ممكن ابدا استخدم على طول البراش تكنيكس. طيب ممكن اعمل بال، بعمل بال في حالات ان انا استفيد من البال في الحالات الاتيه، ان انا اعمل مايكروبيولوجيكال تكنيكس، اشوف البكتيريا والفيرنجل والسبيشال تكنيكس، واقدر اعمل سيل كاونت وديفرنشال كاونت باستخدام البال. يبقى انا لو لخصت السبيسمن البرونكيال بايوبسي اللي انا بستخدمها، انا ممكن اعمل البال تكنيك، وممكن اعمل البرونكيال بايوبسي العاديه، ترانس برونكيال لانج بايوبسي، وترانس برونكيال نيدل اسبيريشن، والكونفنشنال تي بي ان اي، والايباس تي بي ان اي بالراديال والريل تايم بروب والبروب. ودايما بنقول ما يبقى عندي فيزيبل تيومر اقدر استخدم كل الادوات اللي عندي، واقدر اعمل براش، واقدر اعمل تي بي ان اي. ميني ثانكس فور اتنشن، والمحاضرة الجاية إن شاء الله مع حد من زمايلنا هيكمل في الأدفانسد برونكوسكوبيك تكنيكس. شكرا. العزيز الأستاذ الدكتور طارق صفوت رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر، الأستاذ الدكتور عادل خطاب، الأستاذ الدكتور أشرف مذكور، ومش عايز انسى حد طبعا، جميع اللجنه المنظمه، وشكرا لحضراتكم على استضافتي. هتكلم النهارده على ترانس برونكل نيدل اسبيريشن بايوبسي. طبعا هي ترانس برونكل نيدل اسبيريشن دي اوريجينالي ديسكرايبد ان ارجنتينيا في سنه 1949، انما ابتدى الاستعمال الحقيقي ليها 1970 مع التطور بتاع الفايبر اوبتيك برونكوسكوب اللي كان في السبعينات. دلوقتي بنقدر ان احنا في الفتره دي الايام ديت نعمل الترانس برونكيال نيدل اسبيريشن في الاوت بيشنت بروسيجر، طبعا بيرفورمد زيها زي البرونكوسكوب العادي باللوكال اناستيزيا وتوبيكال وكونشس سيديشن. ويفضل طبعا احنا يعني مشكله الرابيد اون سايد اكزامينشن بتاعه السيتولوجي دي بتدي ييلد عالي فيها لما بتكون افيلبل. والرابيد اون سايد اكزامينشن اللي هو ان يبقى دكتور السيتولوجي قاعد كده معايا بالمايكروسكوب في نفس القاعة بتاعت المناظير، وبيعمل فحص للسيتولوجي أول ما بيطلع، وبيقول إن كانت العينة كافية أو لا لسه محتاج تاني أخد بيوبسي تاني. طبعا دي اكزامبل النيدل، في عندنا النيدل اسبيريشن بنعمل اسبيريشن بيها عشان ناخد سيتولوجي، وفي البيوبسي النيدل بيوبسي بتبقى الجوش بتاعها اكبر شويه ونقدر ناخد كور من البيوبسي، هنشوف مع بعض منظره ايه في السلايدز الجايه، وده بيديني هيستوباثولوجي.
التريننج اسينشال اوف كورس في التكنيك ده، يعني طبعا عشان الافويد البروسيجر ريليتد كومبليكيشن، واهمها ان انا بروتكت الاكويبمنت وافويد البريكنج بتاع البرونكوسكوب وافويد الفورس باسج اوف ذا نيدل ثرو ذا سكوب ات اني تايم، لان النيدل دي لما بتخش جوه الوركينج شانل زي ما احنا شايفين دي الوركينج انسترومنتال شانل بتبقى في النص كده، دي طبعا يعني ده الفايبر اوبتيك برونكوسكوب القديم، انما برضو الفيديو سكوب بيبقى فيه حاجات مشابهه، بيبقى فيه الفايبر اوبتكس، بيبقى فيه اللايت سورس ماشي بال 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 في الباندلز دهيت، ودي الانسترومنتال شانل، وهنا في رابر من الكفر داخلي انر كفر من الرابر. وانس ان النيدل بتبقى مفتوحه بالمنظر ده وانا ماشي ليها المفروض بلاستيك شيس من بره والنيدل جواه، المفروض ان انا طول ما هي داخله او خارجه من المنظار بتكون جوه البلاستيك شيس، او ما تبقى فاتحه طبعا، او المنظار كان متني بالمنظر ده بتقوم ايه، بتقوم عامله هول في البرونكوسكوب وبتعمل بيرمننت دامج في البرونكوسكوب. فمن اهم اسباب ان انا لازم اتدرب كويس ان انا علشان ما يبوظش معايا البرونكوسكوب بتاعي. امتى ابرفورم الترانس برونكال نيدل اسبيريشن؟ اهم حاجه الميدياستاينال ستيجنج اوف سسبكتد كارسينوما، باخد منها مثلا زي ما احنا شايفين كده سب كارينا الليمف نود، باخد الاسبيريشن واشوف ان كان في مالجنانت سيلز ولا لا. طبعا ميدياستاينال تيومرز اخد من تيومر نفسه، سب ميكوزال تيومر بحيث ان انا لو خدت البيوبسي من الميكوزا نفسها هتطلع هيلسي ميكوزا، انما التيومر موجود سب ميكوزال فبخش بالنيدل ثرو ذس سب ميكوزال تيومر. طبعا ممكن اعملها في ديفرنت ليمف نود بايوبسيز، وممكن اعملها كمان في بريفرال لانج نيدولز، لما يبقى عندي بريفرال نيدول بالمنظر ده فانا برضو بخش بالنيدل ويكون معايا سي ار فلوروسكوب طبعا جايدنس، بقدر ان انا اخد منه اسبيريشن واحللها فور سيتولوجي. كونترا انديكيتد في ايه؟ في الحاجات اللي بتكونترا انديكيت البرونكوسكوب زي العيان انت كانت توليريت البرونكوسكوبي او لو كان عنده بليدنج ديس اوردر. طبعا الدينجرز بتاعت الترانس برونكال نيدل اسبيريشن، انا اعمل بيرفوريشن للجريت فيسل، انا عارف طبعا تحت الكرينه هيبقى ممكن في الارش اوف ذا اورتا، عندي الرايت بالمورا ارتري، عند الرايت مين برونكا رايت ابر لوب برونكاس، فالحتت دي كلها وانت بتاخد فيها نيدل اسبيريشن ممكن تعمل بيرفوريشن للفيسل. نيو ميدياستاينم بتدخل هواء في الميدياستاينم، اير امبوليزم، اير واي بليدنج او نيموثوركس. برضو الكومبليكيشن في حاجات تانية patient related زي الفيفر، ترانزينت بكتيريميا، نيو ميدياستاينم، الحاجات دي كلها طبعا لازم التعقيم بتاع المنظار بيبقى حاجة مهمة جدا قبل ما بشتغل مع العيان. برضو في لو في اندو برونكيال ليجن سبيشالي في الحالات اللي بتبقى فيها سبستانشال نيو فاسكولاريزيشن، لما يبقى عندي فاسكولار تيومر طبعا ده منظر الشارب كارينا النورمال، وده منظر الوايد كارينا اللي ممكن ادخل فيها بالنيدل اسبيريشن، ده المنظر بتاع النيو فاسكولاريزيشن زي ما بنقول، بيبقى عندي تيومر كده وفي هايلي فاسكولار، متوقع ان اي بايوبسي هيحصل بليدنج جامد، فانا ممكن اخش بالنيدل اسبيريشن من الكور واخد منه بايوبسي او اسبيريشن بحيث ان انا اوصل للدياجنوز بتاعي من غير ما يحصل هازارد العيان. طبعا اليلد اوف ترانس برونكال نيدل اسبيريشن في الاساس هي عباره عن الاوبريتور اكسبيرينس، دي اهم حاجه فيها، السنسيتيفيتي بتاعتها بتبقى حوالي 70%، السبيسيفيتي حوالي 90%، وطبعا اهم حاجه زي ما قلنا وجود الاكسبيرينس برونكوسكوبيست، وطبعا الاكسبيرينس سيتولوجيست، ان انا بقى حتى لو هاخد كور بايوبسي او ترانس برونكال نيدل اسبيريشن بايوبسي بتبقى صغيره، فدي طبعا برضو لازم الهيستوباثولوجيست او السيتولوجيست يبقى اكسبيرينسد علشان ما يقعدش ينتظر مني بيج بايوبسيز. يعني الرابت اون سايت اكزامينيشن بتعلي اليلد بتاعي، طبعا اللوكيشن بتاع الليجن از فيري امبورتنت، لو كان حاجه طبعا في عند السب كارينا او في السنترال ايرويز بيبقى اسهل بكتير واقدر اخد جود بايوبسي منه، غير لما حاجه في البريفري وصعب ان انا احصل على البايوبسي منها. لو استعملت اند برونكا الترا ساوند موجود عندي طبعا، يبقى الترانس برونكا نيدل اسبيريشن بتبقى اندر جايدنس اوف اند برونكا الترا ساوند، بتبقى طبعا دي ادفانتج كبيره لو انا عندي الاكويبمنت دهيت. النوديول سايز والليمف نود سايز از فيري امبورتنت، يعني لما يبقى عندي ليمف نود سايز 2 سنتيمتر غير لما يبقى 3 سنتيمتر غير لما يبقى ماس 5 سنتيمتر، كل الكلام ده كل ما بيكبر الليجن طبعا مفهوم ان يبقى اسهل على الاوبريتور ان هو ياخد العينه.
النمبر اوف سبيسيمنز نيدد. لو انا عندي الرابيد اون سايت اكزامينيشن انا باخد حتى لو عينه واحده وبحللها، ما كانش كده ممكن اربعه او خمسه باثز من السيتولوجي فيري امبورتنت، علشان كل ما باخد اكتر كل ما بتطلع اليلد اعلى. ده منظر الهيستوباثولوجي زي ما احنا شايفين كده، النيدل بتاعتها اسمك شويه وبتاخد لي الكور ده عامله زي المنظر زي الدوده كده كبيره كده من البيوبسي من الليمف نود او من التيومر. دي بتبقى طبعا بتديني ييلد اعلى. التكنيكس بتاعت الانترودكشن بتاعت الترانسبرونكال نيدل اسبيريشن، في عندي تكنيك اسمه جابينج، وده بخرج فيه النيدل الاول بره الشيس بالمنظر ده قبل ما ادخل على الليجن بتاعي. يعني اتوقع نقول مثلا الليمف نود بيوبسي الليمف نود هنا، ببتدي بقرب النيدل كده وبعد كده بثبت المنظار عند مناخير العيان، لان اول ما بتزق النيدل بيقوم المنظار يطلع لبره علشان طبعا الريزيستنس بتدخلها في البرونكاس بتاعت العيان. وبعدين بزق الشيس، بزق نفس النيدل هي بزقها جوه الانسترومنتال شانل علشان تدخل في الايه في الـ في الـ في البرونكاس. ده المنظر ده كده بسرعه زي ما احنا شايفين كده، بطلع النيدل اهي، الفيديو ده بيوضح، بزق النيدل نفسها جوه الانسترومنتال شانل لحد ما تخش وتعمل بانكشر، وببتدي اعمل اجيتيشن اطلع وادخل النيدل. الهزه دي بتدي ييلد عالي من الايه طبعا اندر ساكشن، بتدي ييلد عالي من السيتولوجي. الطريقه الثانيه البيجي باك هي ايه، برضو بطلع النيدل من الشيس وما بكونش لسه دخلت، بس بقى بثبت النيدل مع المنظار وبدخل هنا. لو تشوفوا السهم ده هيفهمكم بقى، احنا كان السهم الاول بدخل الايه الشيس بتاعت النيدل، لا ده انا بتحرك المنظار كله مره واحده، بزق المنظار والنيدل متثبته فيه كله يخش على يعمل بانكشر للمكان بتاع الليمف نود. فايده الحكايه دي ايه؟ ان انا ببقى سبورتنج النيدل شيس، لانها ممكن لما بتبقى طالعه وبزقها لوحدها تلاقيها التنت جوه البرونكاس، انما كده بيبقى عوخ بالطريقه دي بطريقه البيجي باك، واخده سبورت من البرونكوسكوب نفسه فتخش بقوه وتقدر انك تعمل الاسبيريشن سيتولوجي بتاعته. طبعا الطريقه دي برضو اللي هي الهاب اجينس داول، والحقيقه دي الطريقه دي انا اكتر حاجه بحب استعملها، انك مش بتخرج النيدل خالص، بتلزق الشيس البلاستيك شيس في المكان بتاع الليمف نود وانت لسه ما طلعتش النيدل، وبتزق النيدل تطلعها وهي ما بتشوفهاش خالص النيدل، انت ما بتشوفش النيدل، بتخش جوه السايت وبتعمل اجيتيشن بتاعك زي ما احنا شايفين كده في الفيديو ده. مثل انا ببقى اقوم ما فيش نيدل، مش شايفين النيدل، هي جوه الشيس فات كومبليتلي سيف، ببتدي احط الزق الشيس بتاعتي على البرونكيال وول المكان اللي هخش فيه كده، خلاص انا زقيت النيدل جوه دخلت جوه، وببتدي اعمل اجيتيشن بتاعي وبعدين اسحبها تاني وانا برضو لازق في الول، وايه واقوم طالع بيها 1 يونت، علشان طبعا النيدل لازم تبقى دايما جوه البلاستيك شيس، لو براه هتجرح البرونكوسكوب وتعمل بيرمننت دامج للبرونكوسكوب بتاعي. دي يمكن اكتر طريقه برضه انا بفضلها الحقيقه، لان ساعات العيان لما بنطلع النيدل الاول ويكح كحه كده تبص تلاقي راحت جرحه حاجات بسيطه، انما تبص تلاقي حصل بلد بقى وبقى الفيلد ميسي كده ما انتش شايف كويس. فجميل قوي انك انت تطلع النيدل جاست انسايد ذا سايت اوف ذا ليجن، بحيث انك انت ما يحصلش معاك اي جرح او اي ليجن في الاندوبرونكيال. طبعا اي واحد من التكنيك ده فيه تكنيك رابع اللي هو الكاف تكنيك، ان انا بقول للعيان يكح، ان انا بقرب النيدل من البرونكيال وول واقول عن كح. طبعا اول ما بيكح بيطلع التراكيو برونكيال تري بتتحرك بروكسيمال، تقوم هي التراكيو برونكيال تري نفسها هي اللي تخش في النيدل. طبعا دي كلها فروق بسيطه، اهم حاجه انت تقدر تعمل ايه وتماستر ايه في الاستعمال بتاعك. زي ما احنا شايفين كده بيبقى في سيرفيس اناتومي، زي ما في سيرفيس اناتومي نعرف فين الليفر والسبلين على جسم العيان، في برضو اندو برونكيال سيرفيس اناتومي اعرف فين الليمف نودز، انا عارف ديت الليمف نودز السبكرانيه الليمف نود اخش لها من هنا. مثلا لو عايز اخد من رايت باراتراكيه الليمف نود ببقى 2 سنتيمتر اباف الكارينا وانسرت النيدل انترولاترال عند الساعه من 1 ل 2 كلوك بوزيشن، ده مكان هيبقى الرايت باراتراكيه الليمف نود، وهكذا كل مكان ليه السيرفيس اناتومي بتاعه. اخر حاجه في التكنيكس طبعا ان انا لما ايه النيدل بتاعتي لما باجي اخد منها ممكن اخد في تيومر، لما باجي القى بقى ده ما هوش فاسكولار وانما انا كل ده مليان ايه مليان نيكروتيك تيشو، فانا لما اقعد اخد في النيكروتيك تيشو دوت هبعت لبتاع الهيستوباثولوجي هيقول انت بعت نيكروتيك تيشو، انا عايز اخد من الكور بتاع التيومر، فانا ممكن ان انا التيومر يبقى اندوبرونكيال واقوم داخل بالنيدل في الكور بتاع التيومر
واقدر ان انا اخد العينه بتاعتي. وشكرا لحضراتكم في استفسار تحت امركم يعني. تمنياتي بمزيد من التقدم والازدهار، وطبعا الشكر موصول لحضراتكم. بعد ما استمعنا للمحاضرات المثمرة السابقة عن الفايبر اوبتيك برونكوسكوبي واهميته والتولز اللي ممكن نستخدمها جه وقت المواجهة، مواجهة الكومبليكيشنز، سكيلد برونكوسكوبست must be aware and must expect which will complication will occur to deal with it. زي ما حضراتكم عارفين flexible bronchoscopy is a minimal invasive technique and the most of published data around the complication from fiber optic bronchoscopy they found that they ranged from less than 0.1% to 11%. Fortunately, mortality rates are low, estimated to be less than 0.1%. What about the national data? There was a survey about adult flexible bronchoscopy practice in Cairo, and they found that the complication rate around 3%, most of them in form of hemorrhage, respiratory depression, and to lesser extent fever. Fortunately, mortality rate, alhamdulillah, one case. What is the complication of fibro-optic bronchoscopy is due to? Either due to the mechanical complication resulting from the airway manipulation or due to the systemic complication resulting from the procedures itself, medication used during the procedures, or patient comorbidities. Mechanical complication in form of trauma to the airways, bronchospasm or laryngospasm, atelectasis, elevated airway pressure, hemorrhage, infection. Fortunately, infection is lower down nowadays due to the following infection control strategy. Systemic complications may be due to the procedures as we said, in form of vasovagal syncope, aspiration, hypoxemia, hypercarpia, medications used leading to hypoventilation, comorbidities if my patient diabetic, hypertensive, cardiac, they was more liable for complications in form of myocardial dysfunction, arrhythmia, pulmonary insufficiency, elevated intracranial pressure, or even death. How to reduce the complications? في أي حاجة بخطط لها عايز أنجح فيها لازم يسبقها تخطيط جيد وإعداد محكم وفي نفس الوقت جهد متواصل ومثابرة علشان أوصل لماي جول بأقل خسائر ممكنة. نفس الكلام قبل ما أشتغل الفايبر أوبتيك برونكوسكوبي لازم يسبقه تريننج عشان أبقى سكيلد برونكوسكوبست وفي نفس الوقت أعمل بريباريشن وبلانينج. البريباريشن وبلانينج هيخليني أعرف العيان بتاعي وبالتالي عندي القدرة على الأسسمنت أوف ذا ريسك بينفيت ريشيو مع الكونتينوينج تريننج للدكتورز والنورس في وجود الستاندردايزد كير بروتوكول during the procedures ده هيوصلني successful outcome with lesser complication. دايما وانا بشتغل الفايبر اوبتيك برونكوسكوبي ابقى عارف ان هو سيناريو بيعتمد على 3 players. اول player هو skilled bronchoscopist, second player is the bronchoscopy with tools with theaters available, والثيرد بلاير هو البيشنتس همسلف. الهارموني بين الثري بلاير هيوصلني لي سكسسفول اوتكم. بيفور اني بروسيدرز وي ماست اسك اور سيلف از ذيس بروسيدرز ويل اولتر ميديكال مانجمنت. اف ذا انسر از نو ات از وايزر تو بوستبون ذا بروسيدرز. وبالتالي قبل ما استخدم الفايبر اوبتيك برونكوسكوبي لازم اسال نفسي مجموعه من الاسئله. اول اسئله دي هل فعلا العيان محتاج الفايبر اوبتيك برونكوسكوبي ولا في alternative tools less invasive to reach to the diagnosis. تاني سؤال هل العيان هيحتاج الفايبر اوبتيك برونكوسكوبي ولا هيحتاج الريجيد برونكوسكوبي ولا هيحتاج both of them. لازم دايما يبقى عندي توقع للcomplications اللي ممكن تحدث لل patient وبالتالي أبقى ready to deal with it. The good clinician must be aware of indication, contraindication and possible complications. Every now and then we must outweighing risk to benefit.
The good planning helped me to choose the right diagnostic technique, either biopsy, brushing, fine needle. In addition, it is crucial to ensure successful outcome. Practice and training through videos, lectures, conferences, workshop to make my dream is true. The result will come with continuous training. وفي قاعدة لازم وانا شغل تبقى في دماغي, whatever stage I reach it, I am still learning. ازاي اوصل ان انا ما بقاش بانيك من الكومبليكيشنز, بان انا اتوقع الكومبليكيشنز. الكومبليكيشنز بتزيد لو انا مش عارف العيان بتاعي, unknown patient. على سبيل المثال, تعرض كتير مننا لريكوستات وبالذات من الرعاية, العيان عايز يعمل فايبر اوبتيك برونكوسكوبي وفي راديولوجي ليه انه عنده توتال لانج كولابس, والعيان عنده توتال لانج كولابس والراديولوجي بقاله 5-6 ايام, وفي الوقت ده العيان received good antibiotic with push radiage وبالتالي lung inflated, مبقاش فيه indication اساسا للفايبر اوبتيك برونكوسكوبي. فبالتالي ما ينفعش اعمل منظار لعيان انا مش عارفه اول مرة اشوفه على الثياتر اوف فايبر اوبتيك برونكوسكوبي. لو unskilled bronchoscopist, unskilled bronchoscopist هيعرض العيان لcomplications وفي نفس الوقت مش هيوصل للdiagnosis. Inpatient bronchoscopist never ever اشتغل العيان وانا مستعجل, هاخد insufficient biopsy ممكن امس diagnosis وفي نفس الوقت هعرض العيان لcomplications. لازم ابقى عارف كويس قوي ايه هي الabsolute والrelative contagion contraindication للبرونكوسكوبي عشان avoid الcomplications. الموست popular complications اللي بنواجهها الهايبوكسيميا during bronchoscopy. الهايبوكسيا may be due to fiber optic bronchoscopy itself. البرونكوسكوب في حد ذاته ممكن يعمل ventilation perfusion mismatching وبالتالي resulting in hypoxia, especially لو انا عملت unwanted excessive suction or using of excessive amount of bronchoalveolar lavage. لو حصل bronchospasm, especially if I deal with patient with bronchial asthma or COPD uncontrolled or not receiving medication for the procedures. In presence of the upper airway obstruction, لو استخدمنا sedation عملت hypoventilation. How to abolish this oxygen of this hypoxia or treated if occur, all the patient must receive oxygen therapy during the procedures by nasal cannula cautiously, especially in the patient with respiratory failure type 2 to avoid hypercarpia. Monitoring the patients with pulse oximeter, our goal to reach oxygen saturation more than 90%, avoid unwanted excessive suction, use a lesser amount of bronchoalveolar lavage, especially if I expect presence of hypoxia, use 20 cc aliquots instead of 50, ask the patient to slow panting breathing and sometimes induced cough, withdraw the fiber optic bronchoscopy above the main carina, may use oxygen therapy through the fiber optic bronchoscopy, use a smaller caliper, sometimes we may need to a non-repleasing mask or even high flow nasal cannula. Every theater must be available equipment of resuscitation in form of antidot for the medication I use it as a flumazenil or up to intratracheal intubation. The second common complication may occur is the bleeding. We must expect the bleeding if my patient having a chronic liver disease or coagulation disorder or receiving anticoagulant therapy, especially if the procedures will perform transbronchial biopsy or bronchial biopsy. So checking the bleeding profile for every patient doing a fiber optic bronchoscopy. If the bleeding occur, don't be panic. Good wedging using iced saline, adrenaline if no contraindicated. By good wedging, the control will be self-limiting within 4 minutes.
In some situation, bleeding may continue and may be more than 50 cc in about 1 to 4%. If this occurs, we must maintain an open airway through the bronchoscopic suction, use a large bore suction of the oral pharynx, make the patient in the lateral decubitus dependent position with the bleeding site is down if hemodynamically permit, but don't forget where is the bleeding site to get back to it. Tamponading the bleeding bronchus using continuous bronchoscopic suction. Sometimes we may need to unilateral, as we said, intobronchial tamponading by the bronchoscopy itself or balloon, or sometimes we may need rigid bronchoscopy. So the skilled bronchoscopist must learn fine optic bronchoscopy in addition to alleged bronchoscopy. Topical vasoconstrictor may be used, glows and goes. Sometimes we may need laser, cryo, or argon plasma coagulation according to the availability. What about the pneumothorax? It may occur immediately or delayed. Immediately or delayed, diagnosed clinically by presence of hypotension, tachycardia, chest pain, desaturation. Radiologically, immediately by fluoroscopy or by chest x-ray. Treated according to situation if minimal and the patient is not distressed. Close follow-up and oxygen therapy may be needed. If pneumothorax is large or the patient distressed, intercostal tube must be inserted. What about the medication used? Lidocaine toxicity may occur if the lidocaine reaching more than 5 mg per liter. So it is important to talk to my patient during fiber optic bronchoscopy to detect the early manifestation of lidocaine toxicity in form of slurred speech, altered central nervous system, muscle twitching before respiratory and rest. If lidocaine toxicity occur, we must ready by resuscitation, oxygen therapy, ventilation sometimes may be needed, convulsions controlled by Valium, tachycardia, ventricular arrhythmia treated by amiodarone, severe acidosis, sodium bicarb. If hypotension and bradycardia, give a small bolus of the epinephrine. Methemoglobinemia is treated with the methylene blue. Midazolam may lead to the longer recovery, hypoxemia, respiratory and blood pressure depression. So must availability of flumazenil in any theater of fiber optic bronchoscopy. What about the vomiting if occur? Every effort should be made to prevent aspiration by immediate oral suction. If severe, withdraw the bronchoscope to the hypopharyngeal area for quick suction. The cough is the most annoying symptoms for the post patient and bronchoscopist, and this is occur when the fiber optic bronchoscopy touching vocal cord entering the trachea, touching the carina, or entering upper and middle lobe. The solution is by good local anesthesia, vocal anesthesia by talk to the patient, distract the patient by music, watching videos of a fiber optic bronchoscopy itself, ask him to slow panting type of breathing, avoid touching airway wall, avoid touching main carina. Lastly, don't forget patient selection, good precaution before and after bronchoscopy, monitoring the patient during bronchoscopy, better skill. Our rate of complication will decrease significantly, but will never disappear completely. Thank you. I am Dr. Naveen Abdel Fattah, Professor of Pulmonary Medicine at Shams University.
Flexible bronchoscopy is a minimal invasive procedure. Nevertheless, every indication for bronchoscopy must be justified, and alternative means for diagnosis or treatment should always be considered. It might not be very costly as a procedure, but it has many potential complications. Therefore, question number one is about what to address during a consultation. A. Analyze the request for bronchoscopy and justify the indication. B. Review history, physical, and pertinent radiographic images. C. Formulate a pre-bronchoscopy plan with consideration of all bronchoscopic and non-bronchoscopic procedures needed to maximize diagnostic yield or therapeutic success. D. Discuss patient safety issues, comfort, and informed consent. E. All of the above. And the answer is E. So in every consultation, every bronchoscopist should ensure that every effort is done to maximize the benefit of the procedure to reach a successful therapeutic plan. Question number two. Each of the following is considered poor technique when handling a flexible bronchoscope except A. Twisting the insertion tube rather than rotating the entire instrument along its entire longitudinal axis. B. Advancing the bronchoscope by pushing down from the handle. C. Exerting excessive pressure with one's finger on the patient's nostril or cheek. D. Attempting to pass an instrument through a fully flexed distal extremity of the bronchoscope. E. Keeping the bronchoscope in the middle of the airway lumen throughout as much of the procedure as possible. And the answer is E. Stay in the middle is a favorite phrase of several teachers of bronchoscopy. Why is that? Because it provides greater visibility inside the airway and avoids unnecessary mucosal trauma. It minimizes the gagging, deglutition, and cough, and maximizes flexion and extension capability. Question number three. Most experts agree that which of the following is no longer routinely warranted before flexible bronchoscopy? Is it an informed consent, or is the use of atropine pre-medication, fasting state for at least 6 hours, D. Electrocardiographic monitoring? And the answer is B. Several studies have now demonstrated that pre-medication with atropine or glycopyrrolate is not beneficial in decreasing bronchoscopy-related cough or secretion. Question number four. This image shown demonstrates A. Paralyzed vocal cords in abduction. B. Normal vocal cords seen from below. C. Subglottic tracheal stenosis. D. The anal canal during sigmoidoscopy. And the answer is D. Thickened, erythematous, and swollen. This specific question was selected to highlight a major thing for your take-home message, that it is very difficult to assure a uniform description of airway abnormalities. If you show this picture to 3 or 4 bronchoscopists, you will get a different answer from each one of them. So the most important thing is to choose a simple vocabulary from which you select descriptive words that are coincide and reproducible, and that you always use the same words. Question number six. All of the following statements
about bronchoalveolar lavage are correct except A. The typical lavage zone of an average-sized adult patient at total lung capacity represents 1.165 cc. The volume of fluid recovered is decreased in cigarette smokers and in the elderly. C. Specimens usually contain lidocaine at concentrations great enough to inhibit bacterial and fungal growth. D. 100 millisaline lavage results in the sampling of about 10 alveoli. E. In the absence of grossly purulent secretions, pooling all aspirated lavage fluid will provide a mostly alveolar sample. And the answer is C. Up till now, most of the study do not demonstrate that lidocaine used in normal doses for topical anesthesia does inhibit growth of bacterial and fungal pathogens. As regards the bronchoalveolar lavage, BAL allows recovery of cellular and non-cellular components from the epithelial surfaces of the lower respiratory tract. BAL is different from the bronchial washing that always contain far more than 3% bronchial squamous cell. The technique of the BAL, if done properly, it ensures the diagnosis of many, many different diseases. Question number 7 is about: if you are to describe an endobronchial abnormality to an interventional bronchoscopist, in which of the following might be he the least interested? A. The distance of the abnormality from the carina and other ipsilateral bronchial segments. B. Whether the abnormality has a wide or narrow base. C. The location of the abnormality in relation to the bronchial wall. D. The size of the abnormality, length, diameter, degree of airway obstruction. E. The distance of the abnormality from the inferior margin of the vocal cords. And the answer is E. It is not necessary to report the distance of the endobronchial lesion from the vocal cords. It is only reported where the lesion is in the trachea. Additional component of endobronchial disease should be described are the consistency, whether it is firm, rubbery, soft, the appearance, glistening or vascular, the friability, whether the lesion is oozing or actively bleeds on touch or is it pus-filled, the color, is it white, red, dark, yellow, its shape, whether is it regular, round, or elongated or bulging, and the dynamics of the endobronchial lesion during respiration. This was our last question. I hope you enjoyed the presentation and thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My talk today will be about the pros and cons of fiber optic bronchoscopy in COVID-19. The coronavirus disease 2019 or the COVID-19 pandemic has manifested primarily as a severe lower respiratory tract illness with significant associated morbidity and mortality throughout the globe. Transmission is generally via respiratory droplets, but airborne transmission may be possible with aerosol generating procedures such as bronchoscopy. Therefore, bronchoscopy and other aerosol generating procedures put healthcare workers at high risk of exposure and infection. The American Association for Bronchology and Interventional Pulmonology stated that because it is an aerosol generating procedure that poses substantial risk to patients and staff, bronchoscopy should have an extremely limited role in diagnosis of COVID-19 and only be considered in intubated patients if upper respiratory samples are negative and other diagnosis is considered that would significantly change clinical management. Alternative respiratory specimen collection in the intubated patient can include tracheal aspirates and non-bronchoscopic alveolar lavage. If bronchoscopy is being performed for COVID-19 sample collection, a minimum of 2 to 3 milliliters of specimen into a sterile, leak-proof container for specimen collection is recommended. No other diagnostic procedures such as transbronchial
same procedure. Alert lab personnel regarding COVID-19 specimen processing and testing should be available. On the other hand, the World Health Organization guidelines for COVID-19 suggest that endotracheal aspirate or bronchoscopy with bronchoalveolar lavage be considered if a single upper respiratory specimen is negative and there is clinical concern because of severe or progressive disease. Many implications such as osmosis for microbiological cultures assist in the management of RTS tracheostomy. Bronchoscopic examination includes endotracheal tube positioning check, direct inspection of tracheal and bronchial mucosa, suctioning of secretions and installation of mucolytic agents if necessary, a mini bronchoalveolar lavage with 60 milliliters saline aliquots at room temperature can be performed just before the end of procedure for microbiological sampling. The bronchial segment to perform the bronchoalveolar lavage is chosen according to the radiological information. Here are some images about the bronchoscoping findings in coronavirus disease cases. In the left upper panel, there may be white gelatinous secretions. In the left or the right upper panel, there may be normal colored mucosa. In the left lower panel, there is hyperemic bronchial mucosa. And in the right lower panel, there may be mucoid reddish plug distal to the endobronchial tube. When we talk about the general preparation, if bronchoscopy is needed, patient with suspected or confirmed COVID-19 infection, they include: place the patient in airborne infection isolation room, negative pressure room isolation. All personnel should wear a powered air purifying respirator or N95 mask, which should be discarded after bronchoscopy. Reduction of the staff, either the bronchoscopist, bronchoscopy assistant, anesthesia team, if necessary, to a core team who carry out all the interventions of the day to minimize staff exposure. The image on the left side is the powered air purifying respirator, while the image on the right side is the famous N95 mask. No scientist or any should be in the examination room. Wear a surgical mask in the pre-procedure area, bronchoscopy suite, and recovery area to significantly reduce aerosol dispersal and viral content in the dispersed respiratory droplets. For flexible bronchoscopy, transnasal access is preferred with the additional use of a slotted mouth and nose protector for the patient. All personnel should wear standard personal protective equipment or PPE, which includes gown, gloves, face shield, and eye protection. Follow the instructions for proper donning and doffing of all protective equipment and disposable devices. Disposable bronchoscopes used first line when available. Follow standard disinfection. Follow standard high-level disinfection for reusable bronchoscopes. Limit to essential medical personnel during the procedure and specimen collection. The image on the left side is the protection during bronchoscopy in a ventilated COVID-19 patient through endotracheal tube. And on the right side, the image is for oral intubation by the linear video bronchoscope through a small incision or slot in a standard surgical mask.
This image is the single-use flexible bronchoscopes compared to traditional flexible bronchoscope setup. And this means or PPEs, which we all know. And this important table is about the stratifications of urgency of doing bronchoscopy, which was published in March 2020 by the American Association for Bronchology and Interventional Pulmonology Association. They classified the indications for bronchoscopy into three categories. Either emergent bronchoscopy, which should be done on the same day, and the indications include severe or moderate symptomatic tracheal or bronchial stenosis, symptomatic central airway obstruction, like endotracheal or endobronchial mass or mucus plug, massive hemoptysis or migrated stent. The urgent bronchoscopy, which should be done within 1 to 2 days maximum. And the indications include lung mass suspicious for cancer, mediastinal or hilar adenopathy suspicious for cancer, whole lung lavage like pulmonary alveolar proteinosis, foreign object aspiration, mild to moderate hemoptysis, suspected pulmonary infection in immune compromised patients. The non-urgent bronchoscopy, which can be postponed for more than 2 weeks in a patient suspected to have COVID-19, and the indications include mild tracheal or bronchial stenosis, clearance of mucus, high suspicion of sarcoidosis with no immediate need to start therapy, chronic interstitial lung disease, diagnosis of chronic infection, chronic cough, tracheobronchomalacia evaluation, bronchial thermoplasty, and bronchoscopic lung volume reduction. We should remember that bronchoscopy for urgent or emergent reasons should be considered only if a life-saving bronchoscopic intervention is deemed necessary or significant alteration in clinical prognosis is expected with delay. When we talk about the consideration about anesthesia, bronchoscopy is performed with sedation done by the pulmonologist performing the bronchoscope or by anesthesia by the anesthesiologist, depending on the complexity of the procedure. To reduce the risks of virus aerosolization, procedural sedation for bronchoscopy is now performed under general anesthesia administered intravenously. Stop using nebulized or atomized lidocaine. Aggressively manage cough throughout the procedure. Perform bronchoscopy through an established airway, either a supraglottic airway or an endotracheal tube, and avoid the use of high flow oxygen supplementation. As regards the post-bronchoscopy and recovery, we all know that post-procedure droplet generating coughing is universal. So after the procedure, if tolerated, patients wear a surgical mask as source control and during transfer to the recovery area. The patient is placed in a bed with at least 6 feet of space from other patients with curtains drawn and droplet precautions instituted. Healthcare providers wear surgical masks, face shields, and standard PPEs, especially gloves and gowns, when in close contact with recovering patients. In patients with suspected or proven COVID-19, fully recover them in the airborne infection isolation environment of the procedure rooms. All the above is applied as an extra cautionary measure until the patient is ready to go home or is moved to a COVID-19 unit in order to limit the area that needs to be sanitized and to reduce the number of caregivers directly in contact with the patient and finally to conserve the PPEs. And thank you so much.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أشكر أستاذ الدكتور طارق صفوت، أستاذ الدكتور ياسر مصطفى، أستاذ الدكتور أشرف مذكور على الدعوة والمشاركة، وإن شاء الله يبقى مؤتمر ناجح وهيئ للتوفيق دايما. هتكلم النهاردة عن كيس في الانترفينشن برونكوسكوبي. العيان بتاعنا هو ميل بيشنت 67 سنة working as employee في إسكرانيك هيفي سيجاريت سموكر، والمين كومبلين بتاعته كوف إكسبكتوريشن. الكونديشن بتاعة العيان بدأت من شهرين before admission بأتاك في انفلونزا لايك سيمتوم، وبعد كده بقى followed بكوف إكسبكتوريشن ويتش سبيوتم مينيمال أماون، وأخذ أنتيبيوتيك لكن ما تحسنش. One month later بدأ يديفلوب ديزني on exertion، وكان معاه dry irritative cough. في صوت ميديكال ادفايس وعمل سي تي تشست، لكن ما كانش فيه فيرزر ستيبس، وحولوه عندنا في قسم الصدر في القصر العيني فور فيرزر مانجمنت. البيشنت نون هايبرتنسيف لكن كنترولد على الانتي هايبرتنسيف ميديكيشن. بالاكزامينيشن كان فايتال ستيبل، كان الساتوريشن بتاعه 98% على روم اير، وبالتشست اكزامينيشن كان فيه ديمينيش تاكتايل فوكال فريمتس ودنس على الرايت اكزيلري ريجون والانفراسكابيلر ريجون، وكان معاها ديمينيش بريس ساوند على السيم ارياز اوف دنس. ده الـ CT chest بتاع العيان اللي عمله قبل ما يجينا. زي ما حضراتكم شايفين عندنا هنا الـ Pre-Tracheal Retrocaval Lymph Node حجمها كبير، ولما نكمل في الـ CT عندنا هنا Circumferential Narrowing، في Soft Tissue كده محوط الـ Intermediate Bronchus وفيها Circumferential Narrowing. عندنا برضو هنا الـ Soft Tissue مكمل معانا وفيه زي Bizarre Shape Calcification. ولو كملنا الميديستانال ويندو برضو هنلاقي عندنا الرايت لور لوب في كولابس، والكولابس لوب ده برضو فيه دوتس وايتش دوتس اوف كالسيفيكيشن. العيان ده عامل السي تي ويز كونتراست، لكن طبعا الليفت لور لوب الرايت لور لوب وفي الدوتس اوف كالسيفيكيشن وبيزار ان شيب مش واخده توبوجرافي معين. البارينكمال ويندو ما كانش في حاجه سيجنيفيكانت غير السيست اللي موجوده في الليفت لور لوب، وبرضو مكمل معانا هنا الرايت لور لوب كولابس والرايت لور لوب برونكاس زي ما حضراتكم شايفين سيركمفرنشالي نارد. طيب على مستوى الهيستوري والاكزامينيشن والراديولوجي، يا ترى العيان ايه الموست لايكلي دايجنوزس؟ هل ده برونكوجينيك كارسينوما ولا ده بالمونري امبوليزم ولا ده رايت لور لوب نمونيا فولونج الانفلونزا سيمتومز اللي كانت عنده، ولا ده ارتيريو فينوس مال فورميشن، ولا دي بالمونري هامرتوما وفيها كالسيفيكيشن؟ بصراحه انا في الوقت ده في ضوء العيان ان هو 67 سنه وكرونيك هيفي سيجاريت سموكر وعنده كوف وديسنيا، يعني كان تفكيرنا خبيث شويه، قلنا دي ان موست لي برونكوجينيك كارسينوما. طيب ايه النكست ستيب عشان نشخص العيان؟ هنعمل سيت بالمونري انجو عشان نستبعد البالمونري امبوليزم، ولا فايبر اوبتيك برونكوسكوبي علشان نعرف ايه اللي عامل نارنج الانترميديت برونكاس وكولابس للرايت لور لوب، ولا نعمل سيتي جايدد بايوبسي من السنترال ليجن دي، ولا نعمل كونفكس بروب ايبس ونشون ابروش البريتراكير تروكيفال ليمف نود مع الهايلر شادو؟ احنا في الوقت ده فكرنا الاول نعمل برونكوسكوب عادي علشان نشوف الدنيا فيها ايه، هل الانترميديت برونكاس دي هل في حاجه فيها عامله نارنج وهي اللي عامله ديستال كولابس في الرايت لور لوب، ولا ايه اللي موجود؟ قلنا نعمل اول الفايبر اوبتيك برونكوسكوب، وبعد كده لو ما لقيناش حاجه تفسر الليجن اللي عند العيان دي كنا ممكن نعمل بقى كونفكس بروب ايبس وين ابروش البريتراكير تروكيفال نيمف. ده البرونكوسكوب اللي عملناه للعيان من كارينا، والرايت سايد زي ما حضراتكم شايفين في وايتش فروسي سكريشن، ولقينا هنا في تيومر تيشو عامل قفل الرايت لور لوب برونكاس مش الانترميديت برونكاس كلها، لان الميدل لوب برونكاس كانت باينه دلوقتي مفتوحه اهي، الميدل لوب اهي بس كومبريس، لكن التيومر توتالي اكلودنج الرايت لور لوب برونكاس. طبعا هو زي ما حضراتكم شايفين السيرفيس بتاعه جليسنج وسموث، وحاولنا ناخد منه بايوبسز علشان ابروش الدايجنوزس. في بليدنج مع البيوبسز لكن ما كانش حاجه سيجنيفيكانت، وخدنا مالتيبل بانشز تو ريتش ا دايجنوزس. الباثولوجي للاسف كان البرونكو الفرا لافاج، احنا خدنا تيشو بيوبسي من التيومر وخدنا البرونكيا لافاج علشان سايتولوجيكال اناليسيس، فكان البرونكيا لافاج كان مطلع اتيبيكال سكويمس ميتابلاستيك سيلز وانفلاماتوري ريكشن، وطبعا البيوبسي للاسف كانت مطلعه برونكيا الميوكوزا وسيفوكال السريشن اند نون سبيسيفيك انفلاماتوري ريكشن ويز برونكيا هايبربليزيا، وما وصلناش للتشخيص. العيان عمل بيت سي تي، احنا ما كناش طلبناه بس هو البيشنت كان اجيتيتد وكان عاوز يعرف دي حاجه بيناين ولا حاجه مالجنا، وزي ما حضراتكم شايفين صوره البيت سي تي البريتراكيريتور كيفال لينف نود منوره والهايلر شادو منور، واضح انها واخده الفلورودي اوكسي جلوكوز بابتيك عالي،
وده كان الريبورت بتاعه البيت سيتي ان كان عندنا هايبر ميتابوليك رايت لانج ماس اللي احنا كنا شايفينها كانت سين از ميديال بيزال سيجمنت اوف ذا رايت لوور لوب وكانت حوالي 2.7 في 3 سنتيمتر والاس يو في بتاعتها او الستاندرد ابتيك فاليو كانت 9.7 طبعا دي حاجه عاليه وسجست انها تبقى مالجنان ليجن وكمان كان عندنا مالتيبل ميتابوليكالي اكتيف هايلر وميدياستاينال ليمف نود الكات البري تراكيال تروكيفال او رايت لوور بارا تراكيال كان مقاسها 3.3 × 2.5 سم وكان عندنا بري كارينال وسب كارينال طالعين برضو والاس يو في بتاعه الليمف نود كانت بتتراوح من 9 ل 11 وطبعا ده رقم عالي قوي. مش بس كده كمان كان في ديفيوز ابتيك للفلورودي جلوكوز في الليفت سوبرا رينال جلاند بس كان راي الراديولوجيست ان دي نون باثولوجيكال سوبرا رينال جلاند وان الابتيك بتاعها 2.8 ودي حاجه مش ماشيه مع حاجه انها تكون اكتيف مالجنسي في الليفت سوبرا رينال جلاند. وكان الكونكلوجن بتاع البيت سيتي ان دي ميتابوليكالي اكتيف رايت لانج ماس موستلي مالجنت وميتابوليكالي اكتيف هايلر اند ميدياستاينال ميتاستاتيك ليمفاديلوما. طيب احنا قررنا بقى ان احنا لازم نري بايوبسي طالما البيت سيتي ماشي مع ان العين ده يبقى مالجنسي فقلنا خلاص هنستخدم الكرايو مننا نعمل الكرايو بايوبسي وكرايو كانالايزيشن نفتح الرايت لوور لوب ده ونشيل التيومر اللي قفل الرايت لوور لوب برونكس هوبنج ان الرايت لوور لوب يفرد ويبقى عملنا ثيرابي ودايجنوزس في نفس الوقت شلنا التيومر بالكرايو وعملنا كرايو ثيرابي او كرايو كانالايزيشن وده الفيديو بتاعه الكرايو بروسيدجر. وميزه الكرايو ان هو هيعمل لنا كواجوليشن للبليدنج وسيف مفيش ريسك اوف اير واي بيرفوريشن زي الالكتروكوتري وفي نفس الوقت ناخد تيشو بجود فيتاليتي عشان نقدر نعمل اميون ستيننج ونطلع نوصل للهيستوباثولوجي. مش مستحب ان انا اعمل الكتروكوتري وانا لسه ما شخصتش العيان لان الكرايو هيبريزرف السيلز وهيخلي الهيستوباثولوجيكال دايجنوزس افضل من الالكتروكوتري. الالكتروكوتري زي ما حكوا عارفين بنحرق السيلز وبنضيع الفيتاليتي بتاعتها فمش هيساعدنا في التشخيص، لكن ميزه الكرايو انه هيساعدنا في التشخيص ونفس الوقت لو احتاجنا اميون ستيننج هيحافظ على النيوكليار انتيجين والسيتوبلازميك انتيجين فيديني جود فاليو في الاميون ستيننج او اكيوريت. بدا التيومر مع المالتيبل بانشز انا بطش التيومر وبعمل فريزنج وبعد كده بعمل سوي واطلع بالبروب والبرونكوسكوب بدا مع المالتيبل فريزنج وسوينج التيومر نفسه يصلف ويطلع يقفل فتحه الاندوتراكيال تيوب وهجيب وانا برضه اهو بالبروب باتش البروب للتيومر وبعمل فريزنج وبعد ما التيومر يبقى اتش البروب بطلع بالبروب والبرونكوسكوب والتيومر از وان بيس وزي ما حضراتكم شايفين طلع التيومر بالمين بارك بتاعه. وطبعا بعد ما بعمل دي فريزنج وسوينج والتيومر يفك من البروب بدخل تاني علشان اتشيك اشوف البليدنج واشوف الايرويز. هنا تقريبا شبه ان احنا عملنا كانالايزيشن للرايت لوور لوب برونكس والسيجمنتس بقت بيتن. وده ميزه الكرايب ان انا بعمل دايجنوزس وثيرابي في نفس الوقت وفي نفس الوقت الريسك بتاعه اقل سواء ريسك اوف بليدنج او ريسك للبرفوريشن للايرويز. مفيش سيجنيفيكانت بليدنج ادي الابر لوب بيتن واللور لوب وده الميدل لوب وده اللور لوب شبه عملنا له كانالايزيشن. وده التيومر بعد ما شلناه ده شكله في الجار وهنا هو شايفين حضراتكم تقريبا مقاسه فعلا حوالي 3 سم زي ما البيت سيتي كان قايسه. بعتنا الهيستوباثولوجي في مكانين علشان يبقى زياده كونفرميشن. اول مكان قال لنا دي فايبرولايبوما بوليبويد فايبرولايبوما والسيرفيس ألسريشن اند انفلاماتوري ريأكشن وطبعا كده دي شكلها بيناين تيومر. عملنا ري ريدنج تاني في انذر باثولوجي لاب كان برضو رأيهم إن ده تيومر تيشو with hyperplastic bronchial lining formed of mature disorganized tissue formed of islets of cartilage and excess fat and vessels. وكان رأيه إن دي pulmonary hamartoma formed of fat و blood vessels و mucus gland و islets of cartilage. ولو حضراتكم استرجعنا صورة التيومر هتلاقوا هنا إن كان في عندنا whitish areas دي شكلها كده اللي هي الايلتس اوف كارتلج اللي وصفها الباثولوجيست. وكان الكونكلوجن ان دي حاجه بيناين تيومر انها بالمونري هامرتوما وده نقدر نطلع منها ان مش كل التيومرز اللي بتاخد ابتيك عالي في البيت سيتي انها تبقى حاجه مالجنت. لا لان البيت سيتي في فولس بوزيتيف الحاجات اللي فيها انفلاميشن عالي او بلاد فيسلز عاليه ممكن تديني فولس بوزيتيف ابتيك في البيت سيتي وانها تتشخص على انها مالجنت زي الساركويدوزس والتبركلوزس وبعض البيناين تيومرز اللي هي الفاسكولاريتي فيها عاليه.
والعكس برضو صحيح تماما، ان بعض الحاجات المالجنة ممكن تديني ابتيك قليل في البيت سي تي وتبقى نيجاتيف، نيجاتيف بيت سي تي فيها زي زي الكارسينويد تيومر، الميتابوليزم بتاعه بيبقى عالي فممكن الميتابوليزم بتاعه بيبقى قليل فممكن يديني فولس نيجاتيف في البيت سي تي، والادينوكارسينوما نفس الكلام برضو ممكن تديني فولس نيجاتيف في البيت سي تي. فالبيت سي تي الدور بتاعه مش دايجنوستيك، هو مين اللي بروجنوستيك، فما ينفعش اعتمد على البيت سي تي في ان انا اشخص اللي عنده مالجنت ولا بيناين. ثانك يو. النهارده هنقدم حاله في فعاليات مؤتمر الجمعيه المصريه لامراض الشعب الهوائيه. انا دكتور محمد فتحي البجلاتي مدرس الصدر بجامعه عين شمس، واحب اشكر اساتذتي على الدعوه الكريمه وعلى الفرصه لتقديم الحاله ديت. الحالة النهاردة is a 37 years old male non-smoker. The patient presented with a 6-month history of recurrent attacks with nasal obstruction, purulent rhinorrhea, and recurrent lower respiratory tract infections, for which he received antibiotics, medications, bronchodilators, with partial improvement, ولكن الموضوع كان recurrent. The patient 3 weeks ago started to experience hoarseness of voice, dystaxis, and attacks of hemoptysis. The patient was sent for ENT and chest consultation. ENT لقوا ان في الميكوزا بتاعت النوز في changes وفي nodules، فخدوا منها biopsies و البيشنت عمل CT chest كان فيها narrowing في الـ airways for which he was sent for bronchoscopy. دي ده بداية البرونكوسكوبي. هنلاحظ طبعا ان نزل الميكوزا فيها destruction وفيها purulent secretions multiple nodularities كل دوت في الأبر إيرويز. هنكمل. نوصل لغاية الفوكال كوردز. هنلاقي الفوكال كوردز نفسهم فيهم nodules الاثنين موبايل ولكن في افكشن واضح للميكوزا. عندي الفوكال كوردز هنلاقي التراكية والميمبرونكاي both are infiltrated وفيهم numerous nodules، وطبعا السكريشنز والبيرولنت الشارج واضح along the airways. التراكية زي ما هنلاحظ كلها فيها multiple nodularities ونارود. مرتب البيوبسيز خدناها من البرونكاي من الانفلتريشنز، وطبعا خدنا برونكو الفيولار لافاج and sent for histopathology and gram staining and cultures. طبعا الديفرنشال في وجود مالتيبل ميكوزا من الدولاريتي
narrowing في الايرويز ديفيوزلي بالشكل دوت include autoimmune diseases, infections او malignancies, Wagner's granulomatosis هتبقى on top of the list, sarcoidosis, myelodosis, endobronchial tuberculosis, leprosy, lymphoma and bronchogenic carcinoma من كانت remote possibility. طبعا اعتمدنا كان على اول حاجة ظهرت كان البال والكالشرز, كان في infection فعلا, كان طالع بروتيس في الكالشر. هل ده كافي للدياجنوزز؟ غالبا لا. البيشنت كان بدأ انتي بايوتكس اوريدي كذا مرة, فاحنا استنينا الهيستوباثولوجي. الهيستوباثولوجي كان كونكلوسيف صراحة, وكان مطلع ان في لارينجيو سكليروما. احنا صراحة ما كناش حاطينها في الديفرنشال في الاول, ولكن اول ما طلع الباثولوجي طبعا كان دايجنوستيك للبيشنت ان هو عنده تراكيو برونكيال سكليروما او لارينجيال سكليروما او راينو سكليروما, كل دولت نفس الاسامي للديزيز. التراكيو برونكيال راينو سكليروما ده عبارة عن كرونيك جرانيولوماتس انفكشن بيصيب الأبر ريسبيراتوري تراكت وممكن يصيب اللور ريسبيراتوري تراكت كمان, وده انفكشن بالجرام نيجاتيف بكتيريوم كليبسيلا راينوسكليروماتس. الراينوسكليروما غالبا بتبقى فيها 3 ستيجز, الكاتارال ستيج او راينوريا وسكريشنز, بعد كده تبدا الجرانيولوما وتنتهي بسكليروتيك او سيكاتريشال او فيبروتيك ستيج. في الهيستوباثولوجي بيبقى فيه نودولار جرانيولوماز وراسل بوديز ميكول سيلز. وفي الهيستوباثولوجي الدمين ستي فور الدياجنوزز, وطبعا ممكن الانتراسيتوبلازميك باسيلاي كان بيسين بالستيننج. لونج تيرم انتي بايوتكس ولونج تيرم انتي ميكروبيالز هو ده الكورنر ستون اوف تريتمنت. اول بيشنت برضو بدأنا له سيبروفلوكساسين, سم ليترشر بتستخدم تيتراسايكلين, ريفامسين كان بيوزد, ستريبتومايسين كان بيستخدم في الاول بس طبعا ليه توكسيستي ولو طولنا هيبقى فتره طويله من شهرين لست شهور هي فتره العلاج. ودوت لان طبعا هذا كرونيك جرانيولوماتس انفكشن. سيرجيكال انترفينشنز مي بي نيدد لو في سيمتومز اوبستراكشن سواء في الابر او اللور ريسبيراتوري تراكت, بالون برونكوبلاستي او ميكانيكال دايليتيشن مي بي ريكوايرد لو في استنوتيك ليجنز في الاير وايز. اتمنى تكون الحلقه كانت مفيده and thank you for your attention.